تبعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة صباح الهنا صباح الرزق صباح الخير وصباح النصر زي ما حضراتكم شايفين كاس ورا كاس الحمد لله النادي الاهلي فعلا بيقدر ان هو يفرحنا ومش بس في رياضه واحده لا تقريبا في كل الرياضات حاجه محترمه جدا جدا وهيكون معانا كمان النهارده باذن الله فقره عن العاب الصالات في الاهلي مع الاستاذ اللي هينورنا شادي نبيل الناقد الرياضي وهنتكلم في مواضيع كتيره جدا وهنتكلم في الطفره في التطوير اللي حصل مؤخرا كمان وكان ملحوظ بشكل كبير طبعا في النادي الاهلي في الرياضات المختلفه وزي ما بيتقال علينا ملوك الصالات والفقره التانية هيكون معايا هيتكلم فيها عن استعدادات الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأستاذ إسلام محمد الناقد الرياضي. أكيد في البداية لازم أرحب بكريم. بونجور كريم. بونجور جدا. صباح النصر اليوم التاني على التوالي. من ناحية صباح النصر فصباح النصر امبارح كان منورنا ومشرفنا في الاستوديو كأس السوبر المصري وهنينا كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بالعالم بمناسبة حصول النادي على كأس السوبر المصري. النهاردة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد. فانتصارات ولا انتصارات يا رب تكون دايما كل حياتنا احتفالات وانتصارات النادي الاهلي طبعا الحقيقه كالعاده عمره ما بيدخر جهد في اسعاد جماهير الكره وجماهير كل الرياضات الحقيقه اللي دايما النادي الاهلي طرف رئيسي في منصات التتويج فيها. كاس السوبر الافريقي لكره اليد بيحصل عليه النادي الاهلي للمره الثالثه في تاريخه بعد ما فاز على الزمالك في البطوله اللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا يعني بكده بيكون صعد النادي الاهلي وبشكل رسمي الى بطوله السوبر جلوب لكره اليد اللي هي كاس العالم للأندية في كرة اليد عقب تتويجه بكأس السوبر الإفريقي. المباراة كانت مباراة صعبة جدا الحقيقة لكن كالعادة برضو شخصية النادي الأهلي كانت حاضرة وبمنتهى القوة. انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-9 بعدها وصل تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 27-23 ويتوج باللقب. شهدت هذه المباراة تألق عمر خالد الشهير بكاستيلو الجناح الأيمن للنادي الأهلي اللي أحرز 10 أهداف من الجناح الأيمن أو من رميات السبعة متر ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه شيء عظيم. بص يا كريم اللافت للنظر كمان ان زي ما انت اتكلمت المباراه كانت قويه جدا والمباراه كان فيها تنافسيه شديده بس المباراه كانت حلوه تستمتع وانت بتشوف فيه ماتشات بتنتهي ممكن لصالح الفريق اللي انت بتشجعه لكن ما تستمتعش بالمباراه. المباراه كانت فعلا قويه جدا وده اللي احنا شفناه وده اللي احنا كمان لمسناه في فكره التطوير اللي موجود في اداء اللعيبه. اللي كان لافت للنظر كمان لو تسمحوا لنا ان احنا نركز عليها انها نقطه في غايه الاهميه في ماتش امبارح تحديدا بالاضافه طبعا لتالق اللاعبين كان
فكره هنا الجماهير يا كريم، انا عجبني جدا المشهد، عجبتني الصوره، الجماهير كانت حريصه جدا على دعم على مسانده الفريق بشكل كبير خلال المباراه بالامس، واسهمت كمان في فكره هنا مساعده الفريق ودفعه للتتويج باللقب. مباراه النهائي ما كانتش زي ما كنت بقول لحضراتكم سهله ابدا، امام طبعا منافس قوي، خلينا نقولها برضو، لا منافس قوي جدا، خاصه انت بتتكلم كمان عن فريق الزمالك تحديدا بيضم عناصر من اصحاب الخبرات الكبيره كل الشغل، لكن هنقول على كل حال يعني شخصيه الاهلي من وجهه نظرنا وده اللي احنا بنشوفه هي قاده اللاعبين ان هم يتخطوا الصعاب، يتخطوا الخبرات اللي موجوده كمان عند الفرق المنافسه تحديدا واحنا بنتكلم عن امس ويعني فريق الزمالك. لا كان اداء رائع، كان موسم كمان خلينا نقول رائع جدا طبعاً. انا اعتقد ان احنا كده ماشيين في خطوات سليمه جدا، فمبروك لفريق الاهلي لكره اليد تحديدا تاهلوا طبعا لكاس العالم للانديه طبعا السوبر جلوب لمزيد من البطولات ان شاء الله، واحنا كده يعني زي ما بتقال العودة من بعد الأجازة أو من بعد رمضان جيدة جدا الحمد لله. إحنا بنتكلم في أول حلقتين بعد تاني أسبوع بتتكلم عن لأ كاسين مرة واحدة صحيح. فأعتقد ده شيء رائع يعني صحيح. طبعا كل التهاني دي فريق النادي الأهلي لكرة اليد اللي الحقيقة أنهى موسم عبقري، يعني دوري وكاس وسوبر افريقي مفيش احلى من كده. بالمناسبه برضو عايزين نعرف حضراتكم ان كالعاده كان الكابتن محمود الخطيب حريص على تهنئه اللاعبين بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقي هذه المره اللي جه الحقيقه بعد ايام قليله من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس، وطبعا عبر عن تقديره للجهد الكبير لمنظومه الفريق هذا الموسم واصرار كل اللعيبه على استعاده الانتصارات وتحقيق المزيد من البطولات على المستويين الحقيقه المحلي والقاري، واشاد بالعروض المتميزه اللي بيقدمها اللاعبين واللعب بروح الفانيلا الحمراء وبالتالي اسعاد جماهير النادي الاهلي اللي الحقيقه برضو كان ليها دور كبير جدا كما هي عادتها في انتصارات الفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي، الجماهير الوفيه اللي الحقيقه لم تخذل يوما الفرق اللي هي بتشجعها في الرياضات المختلفه طالما ان لاعبتها لابسين تيشيرت النادي الاهلي وكانوا دايما حاضرين بمنتهى القوه وفي كل المواقف. اكد كمان الكابتن الخطيب على ثقته الكبيره في كافه عناصر كره اليد، وجه ليهم التحيه وطالب او طالبهم بمضاعفه الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيره الانتصارات على كافه المستويات. بس انا هقول لك على حاجه من وجهه نظري يعني، او انا هتبنى الراي ده دايما اللي بيتكلم في قصه ان احنا يعني لما بيبقى عندك اداره يعني ثابته ويبقى عندك نظام وبيبقى عندك لا يعني سيستم في نوع من الاحترافيه اعتقد هي دي بتكون النتيجه. ما المشاكل برضو لما بتكون في مجالس الاداره او بيبقى في مشاكل عامه في الادارات ده بيؤثر على كل الناس اللي بتشتغل وكل الاجواء بتبقى مش افضل شيء، لكن انت بتتكلم عن منظومه رياضيه مريحه، منظومه رياضيه كيان انت بيحاول ان هو حتى لو في مشاكل بيبعد تماما الناس اللعيبه بتاعته عن اي مشكله، بيحاول ان هو يلاقي حلول. فأنا بشوف يا كريم ده نجاح طبعًا. يعني في الاول وفي الاخر مفيش حد بيخلو او مفيش اي حد حتى لو على فكره هنا سبيل الانسان الاعتباري الاشخاص العاديه مش فكره الكيانات او المؤسسات او غيره، مفيش حد بيخلو من المشاكل حياته، لكن فكره اداره المشاكل هي دي الاساس، هو ده المبدا اللي انت على اساسه بتكون كيان ناجح او لا. فاحنا اكيد اكيد محظوظين، ومش بتكلم عن الاداره الحاليه للنادي الاهلي، انا بتكلم على مدار التاريخ كله ادارات النادي الاهلي ومجالس الادارات اللي جت وعدت على النادي الاهلي كلها قدرت ان هي تثبت قد ايه هذا الكيان كيان ناجح بغض النظر عن اي مشاكل بنتعرض ليها او انتقادات او 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 هجوم او غيره. الرد بيكون على الارض في الملعب، عمرنا ما بنرد، الرد بيكون بالقانون، عمرنا ما بنرد بنفس المستوى، فده شيء يحسب وبيترجم هو يا كريم بالانتصارات وبالميداليات وبالبطولات، فان شاء الله مزيد ونكمل على كده كمان. طيب تعالوا بقى نروح شويه لماتش الاهلي والترجي اللي حصل كالاتي، الاهلي بيبتدي النهارده ان شاء الله تدريباته استعدادا لهذه المباراه القويه بعد ما حصل على راحه لمده 48 ساعه بمجرد انتهاء مباراه السوبر المصري والتتويج بالبطوله للمره ال 13 في تاريخ النادي الاهلي. استقر الجهاز الفني للاهلي على السفر الى تونس غدا ان شاء الله يوم الثلاث لخوض المباراه اللي هتكون يوم الجمعه المقبل باستاد رادس في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فيما ستقام مباراه العوده يوم 19 مايو الجاري في القاهره. كولر يعني اكتفى بانه يخوض او ان اللعيبه تخوض تمرين واحد فقط قبل السفر لتونس قبل المباراه بثلاث ايام، ودي كانت نقطه مهمه جدا الحقيقه عشان اللعيبه تتعود على الاجواء هناك وكمان عشان رفع الضغوط عن اللاعبين. وكولر بيعكف حاليا على دراسه مباريات الترجي في الدوري التونسي وكمان مبارياته الافريقيه في دوري الابطال، اكيد للوقوف على كل نقاط القوه والضعف في صفوف بطل تونس. اكيد هدف كولر حاليا هو تحقيق فوز
يسهل إلى حد كبير من مهمة الفريق قبل مباراة العودة في القاهرة المقرر لها يوم الجمعة بعد المقبل إن شاء الله باستاد القاهرة، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. ده كلام مهم جدا. والجزئية بقى الأهم كمان يا كريمة، بنيجي نتكلم عن فكرة هنا العقوبة طبعا يعني من كاف للترجي كانت بمنع هنا الحضور الجماهيري زي ما حضرتكم أكيد متابعين، كان مباراتين دون حضور جمهور يعني مش أحلى حاجة أكيد، وبيبقى في كمان أو كان في كمان غرامة مالية على النادي بقيمة هنا تحديدا 300,000 دولار، يعني لو هنتكلم بالدينار تقريبا 913,000 دينار تونسي. فامبارح بقى اللي حصل ان كان في تقارير صحفيه تونسيه بتقول ان اداره الترجي التونسي بدات ان هي تتخذ عده قرارات سريعه ضد قرار لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي هنا على خلفيه يعني العقوبه بسبب طبعا احداث الجماهير بتاعته خلال مواجهه شبيبه القبائل الجزائري، الاحداث اللي هي ليست الافضل وما كناش نتمنى ابدا نشوفها وما نتمناش بالمناسبه ان احنا نشوفها تاني. الترجي قرر الاستئناف على قرار حرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام طبعا النادي الأهلي. ولو حضراتكم تاني نرجع كده شوية ونفتكر أحداث العنف دي كانت أصلا بين الجماهير وقوات الأمن اللي تسببت في تأخير انطلاق الشوط الثاني تقريبا كان ب 45 حاجة كده دقيقة. يعني على كل حال هيبان كل شيء في الأيام اللي جاية، لكن كان زي ما بنقول لحضراتكم قرار الكاف أكيد هيتم يعني تنفيذه لأن الأحداث كانت واضحة. أعتقد أن هنا ما فيهاش جدال يا كريم، ما فيش أعذار ممكن ان هي تتخذ. يعني انا شايفه ان او مش انا بس، كلنا شفنا قد ايه كان في احداث الشغب. فهل فكره هنا بقى عوده الجماهير وعدم حرمانهم والاستئناف على هذا القرار اصلا امر منطقي ولا لا؟ هيبان في الايام اللي جايه. بس اكيد لو المباراه اتلعبت بدون جماهير اكيد دي هتبقى نقطه لصالح النادي الاهلي من منطلق ان اكيد الواحد لما بيلعب فريق منافس على ارضه في وسط جماهيره بتبقى الاجواء صعبه نسبيا. لكن الحقيقه كلنا يعني حتى كأهلوية اكيد ما كناش نحب ان الاحداث اللي حصلت دي كانت تحصل، كنا نحب ان احنا نتفرج على لقاء الاهلي والترجي التونسي بنفس القدر من الحضور الجماهيري اللي كان مبهر الحقيقه في دوله الامارات في مباراه السوبر. كان يوم عظيم، وبالمناسبه جماهير النادي الاهلي كانت طرف رئيسي واساسي في انجاح هذا اليوم بشكل عام. كالعاده الجماهير وجودها في المدرجات وزائرها وهتافها ودعمها المستمر للفريق من اول لحظه لغايه بعد ما المباراه تنتهي تماما. يعني جماهير عمرها ما كانت يعني بتتهاون في مساله تشجيع اللعيبه بتوعها، وفي اوقات معينه بنشوف اللعيبه يعني لعيبه مختلفه هم اللي بيتوجهوا للجماهير وبيعملوا لهم بايديهم كده عشان يصحصحوا الدنيا، وبس ما الحركه دي بتتعمل الدنيا بتصحصح بالمعنى الحرفي للكلمه. بجد كانت اجواء رائعه في الامارات الحقيقه في ماتش السوبر. بالمناسبه الاهلي بيستعد لمواجهه الترجي وهو عنده مجموعه ارقام تعالوا نفكر حضراتكم بيها. مبدئيا كده الاهلي صعد لنصف النهائي للمره 19 في تاريخه والرابعه على التوالي في تاريخ مشاركاته في بطوله دوري ابطال افريقيا بالمناسبه سواء بمسماها القديم او حتى الجديد. كمان النادي الاهلي فاز بالبطوله 10 مرات وطبعا ده رقم قياسي افريقيا لانه بياتي بعديه بمسافه يعني انديه مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد 5 بطولات لكل فريق منهم، بيليهم الترجي التونسي برصيد 4 ألقاب، وكل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد 3 ألقاب لكل فريق منهم. ان شاء الله يضاف لقب جديد لقائمه بطولات النادي الاهلي ان شاء الله عن قريب، ونسعد ونحتفل مع كل حضراتكم ان شاء الله. بس بالنسبه لمباراه السوبر برضو عشان انت اكيد اتكلمت عنها امبارح يعني باستفاضه طبعا، وكل الزملاء في المنابر العالميه اتكلمت عنها، بس الحاجة اللي بتبقى حلوة غير النتيجة ان الاهلي بيفوز، يعني ده حاجة طبعا ده شق اساسي، بس الشق التاني بيكون الرحلة نفسها. يعني فكرة ان انت بتسافر علشان اصلا غرض ان انت بتشجع الفريق بتاعك مهما كان وفي اي بطولة وفي اي بلد هو بيسافرها، دي حاجة. الحاجة التانية بتنزل دولة طبعا الامارات دي مش هنقول عليها دولة غريبة او دولة اجنبية، لا يعتبر طبعا دولة مش هقول شقيقة والكلام برضو بتاع التلفزيونات ده، بس الامارات ما هياش غريبة ابدا عن مصر. ويعني احنا فعلا ما بنحسش، وهي 3 ساعات ونص يعني ما فيش فكره ان انا احس ان انا مسافر اصلا. فدي كانت حاجه حلوه جدا. الاجواء هناك من ساعه ما بتنزل من المطار حلوه يا كريم، الناس هناك كلها اللي سافرت لما رجعوا بيحكوا لنا الاكسبيرينس بتاعتهم، ناس انبسطت جدا. هي مش قصه بس ماتش انت رايح تحضره، هي رحله كامله مشوار كامل بتبتدي من لما بتسيب بيتك في مصر لغايه، او حتى على فكره كان في مصريين كتير جدا واهلاويه مسافرين مش من مصر تحديدا، في اللي راح من السعوديه وفي اللي سافر من البحرين وفي اللي جا من دول اوروبيه عشان يحضر هذه
المباراة، فالأجواء كلها كانت لذيذة، الاستقبال هناك كان جميل، التغطية كانت أكثر من رائعة، حفل حفل الختام كان جميل برضو، تامر حسني كان عامل أداء رائع جدا، الناس كانت مبسوطة جدا، فكل ده بيضاف برضو لفكرة الاكسبيرينس اللي الواحد بيروح بيسافر ويحصل عليها. فلا كانت زي ما بتقال تجربة ناجحة، والحمد لله بطولة ناجحة بكل طبعا المقاييس، ونهاية أكيد بيفوز النادي الأهلي. يعني خلينا نروح كمان لاتحاد الكرة اللي تلقى عرض الإقامة هنا مباراة ودية بين طبعا منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل خلال فترة التوقف طبعا الدولي في شهر يونيو اللي جاي. طيب سبق طبعا زي ما احنا عارفين لاتحاد الكرة تلقي أكتر من عرض لخوض ودية في يونيو المقبل، كان أبرزها لحضراتكم فاكرين من المكسيك ومن المغرب ومن أوزبكستان برضو حسب ما أنا فاكرة، إلى أن اتحاد الكرة ما حسمش الامر حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها، ما زالت هناك مشاورات مع كمان الجهاز الفني للمنتخب حول المباراه تحديدا، وهيخوض مفروض كمان منتخب مصر مباراه رسميه امام غينيا في يونيو المقبل زي ما احنا برضو متابعين ضمن تصفيات امم افريقيا طبعا 2023. لو هنتكلم عن فيتوريا شويه، هو اكيد فيتوريا بيرغب في خوض مباراة ودية خلال طبعا فترة التوقف، وهنتكلم أيضا هنا الفترة اللي هي من تحديدا من 12 لحتى 20 يونيو المقبل. طيب خلينا نروح للمنتخب، تقدم منتخب مصر مفروض مع فيتوريا بلغة الأرقام 4 مراكز في التصنيف الدولي الأخير، وأعتقد ده برضو يا كريم شيء كويس، احنا بنتكلم إن احنا تقدمنا للمركز 35 عالميا، هو برضو بعيد شوية. بصي هو بعيد شوية فكرة إننا تقدمنا كويس، لكن 35 مش قد كده. يعني النص الخبر حلو النص الثاني الصراحة يعني، بس على كل حال احنا كنا المركز 39 طبعا، ده كان في تصنيف ديسمبر الماضي، وخلينا برضو نروح بلغة الأرقام، بيحتل المركز الخامس طبعا المنتخب على مستوى هنا قارة إفريقيا بعد ما كان بيحتل المركز السادس في التصنيف اللي هو السابق أو الأخير. منتخب مصر كمان كان فايز على ملاوي في مباراتين الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كاس الأمم الإفريقية، وحقق فوزه الخامس طبعا تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية. ففي حد ممكن يجي يقول لك يا كريم زي ما أنت بتقول كده، هي ليها نظرتين، النظرة الأولى يا عم 39 وقلت لي 35 المفروض يعني نفرح، والنظرة الثانية يقول لك طب ما كويس أنا مش بتكلم في فترة طويلة مع هذا الرجل أو تحت هذه القيادة، وفي نفس الوقت أنا عامل شوية تطوير أتمنى الأفضل. طبعا 35 مازال طبعا عالميا ده مش رانك أساسا يا كريم، إحنا بعيد قوي، إحنا بعيد قوي، ولكن فكرة أن أنا بحقق تقدم 4 مراكز في فترة ما هياش كبيرة مع فكرة أن أنا بشوف تطوير على الأرض للعيبة، ده بيحسب نجاح. نتمنى الأفضل طبعا، نتمنى أن احنا نبقى من التوب 10، هل ده هيحصل ولا لا ممكن يكون حلم لدى البعض، كل بعض يقول لك لا انسى الكلام ده، ممكن ده كان كمان 50 سنة الله أعلم، بس في يوم من الأيام هيحصل، لأن الدول اللي هي تقدمت في ده أو يعني الفرق اللي هي والمنتخبات اللي تقدمت في ده كريم كان بالنسبة لها الموضوع في الأول حلم، كل حاجة على فكرة بتبتدي في الأول حلم، مش غلط، مش غلط أن احنا نحلم بس نشتغل على حلمنا، هي دي النقطة. أكيد كلنا نتمنى وضع أصبح يعني من كده بكتير للمنتخب، وإحنا الحقيقة عندنا يعني قوامة اللاعبين الموجودين في مصر يعني ينتج عنهم المفروض منتخب قوي، أكيد المفروض يكون في مركز متقدم عن كده، لكن نرجع ونقول فكرة إن إحنا بنتقدم للأمام أصلا من حيث المبدأ بالزبط. أكيد فكرة كويسة، نعتبر إن دي نقطة انطلاق، ومنها بقى إن شاء الله نحاول نقرب أكتر وأكتر من الهدف المنشود أكيد، يعني لان احنا كمان وبصفه خاصه على صعيد المنتخب الحقيقه الناس فرهدت الفتره الاخيره، فنستحق ان احنا نفرح تالي ده المصطلح المظبوط. يعني مفيش مصطلح تاني ممكن نقوله حقيقي، يعني شيء صعب. على كل الاحوال احنا اكيد اخبارنا وموضوعاتنا لسه لم تنتهي بعد، خلونا بس ناخد فكره كده بسيطه عن درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام والفين، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. طيب مع اختلاف فكرة هنا هتكلم تحديدا يعني في القاهرة لأن احنا اللي لامسينه أكتر طبعا في القاهرة من احنا عايشين هنا، يعني أنا أعتقد مع اختلاف فترات درجات الحرارة والطقس في اليوم الواحد أنا بشوف إن ده بالنسبة لي أفضل من إن احنا كنا شهر 5 زي السنة اللي فاتت كان حر جدا لو أنت فاكر الفترة دي، فبالنسبة لي ده كويس، أنت لسه شهر 5 ولسه الصيف ما دخلش بشكل كبير، لأن احنا عندنا الصيف للأسف الشديد بيقعد تقريبا 9 شهور. فيعني انا متهيألي ان ده افضل كتير عن السنه اللي فاتت، وكل سنه على فكره لو انت لاحظت بقى مختلفه، يعني الشتاء بتاعها بيبقى مختلف، الصيف بيبقى مختلف، المده بتبقى مختلفه. امبارح كانت معانا دكتور منار غانم وكنت بتكلم معاها في التفصيله دي من زاويه ان هو ايه اللي استجد، فبقى الربيع احر بكتير من الصيف.
بكتير بس يعني. بس في تقلب جامد خلي بالك برضه اليومين دول. بس ما تستعجليش، ان شاء الله هيكون في ثبات على فرن بلدي هيتفتح في وشنا كلنا يعني كلها اسابيع بالكتير. أيوة ويبتدي بقى حراره الصيف المعتاد. ربنا يهون علينا جميعا ان شاء الله. على كل الاحوال خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. هو نفس الكاس مش الله بحط في ايدك بحط هما الجماعه يكسبوا واحنا نحط الكاس عندنا نحتفظ بيه الفرن. ايوه تعالى دلوقتي واسمحوا لنا نروح مع حضراتكم ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي طبعا والفرق المختلفه مع مراسلتنا هتكون معانا النهارده هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا. هنا بونجور عليكي طبعا وصباح الهنا زي ما احنا بنحب نقول لك وسامعينك طبعا. اتفضلي. يا صباح الهنا والنصر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن طبعا قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة حابة أهنئ رجال كرة اليد وكل جماهير النادي الأهلي بعد طبعا تتويجنا أمس بالسوبر الإفريقي على غريمنا التقليدي نادي الزمالك بنتيجة طبعا 27-24. يمكن المباراة كانت مذاعة على قناة الأهلي وكلنا تابعناها. طبعا رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا وبكده بقى خلاص كمان حجزوا مقعد في بطولة السوبر جلوب بطولة طبعا العالم. والحقيقة ان هم عاملين موسم كبير جدا يعني حققوا ثلاثية هذا الموسم كاس ودوري وكمان امبارح السوبر الافريقي. لكن خلاص بقى طبعا هيغلقوا صفحة السوبر الافريقي يبدأوا بقى يجهزوا لبطولة كأس الكؤوس واللي كمان هتقام هنا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا بنبارك لهم مرة ثانية وبنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة. طبعا ده بعد فوزنا ببطولة الكاس وهيبدأوا بقى يستعدوا لسامي فاينل بطولة دوري أبطال إفريقي أمام الترجي التونسي. النهاردة المران إن شاء الله هيكون الساعة 4 العصر. غدا كمان هيكون في مران صباحي وبعد كده الفريق بقى هيتجه لمطار القاهرة عشان الطيارة هتكون الساعة 4 العصر. بعد كده بقى كمان خلوني طبعا اكلمكم اكتر على بروجرام او برنامج الفريق. هيخوضوا مرانهم الاول في تونس هيكون يوم الاربعاء على ملعب الجامعه التونسيه والمران الاخير قبل المباراه هيكون يوم الخميس على ملعب المباراه ملعب رادس عشان بقى المباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه الساعه 10 مساء. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بكره السله وسيدات كره السله بالتحديد. الاتحاد المصري اعلن على موعد سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر. طبعا زي ما احنا عارفين انه بيقام بنظام بيست اوف 5. المباريات هتكون يوم 10 و12 و14 و16 و18 5 هنواجه طبعا فريق الجزيره. يعني الحقيقه انه سيدات كره السله عاملين موسم استثنائي بلا هزيمه فازوا في جميع المباريات حققوا رباعيه طبعا هذا الموسم. كمان بقى خلوني افكر حضراتكم طبعا بمشوار النادي الاهلي في البطوله. الاهلي كان تصدر جدول الترتيب في الدور الترتيبي بعد كده في ربع النهائي واجه فريق مصر للتأمين فاز في المباراتين المباراة الأولى بنتيجة 89-71 والمباراة الثانية بنتيجة 97-71. بعد كده كان واجه طبعا في السامي فاينل فريق سموحة وقدر يفوز بنتيجة 72-65 و84-47 عشان بقى يحجز مقعد في المباراة النهائية. أما عن فريق جزيرة فطبعا قدر يتأهل للمباراة النهائية على حساب سبورتنج. نتمنى كل التوفيق لملكات كرة السلة طبعا ان شاء الله بقى يقدروا كمان يحسموا البطولة ويكون موسم استثنائي بالعلامة الكاملة ويحققوا الخماسية. اما عن رجال كرة السلة فايضا الحقيقة هم عاملين بطولة كبيرة جدا في طبعا بطولة البال. الحقيقة ان هم في دور المجموعات عملوا اداء كبير جدا يمكن كلنا تابعناه وبكده طبعا بيحجزوا مقعد في ربع نهائي البطولة. يعني لو هنتكلم على دور المجموعات هم طبعا فازوا في اربع مباريات قدروا يفوزوا على فريق سلاك بنتيجة 80-70 على فريق كيب تاون بنتيجة 91-75 وعلى فريق سيتي أويلرز بنتيجة 72-70 وعلى فريق فيروفياريو بنتيجة 92-74. وطبعا تعرضوا لهزيمة واحدة بس والحقيقة هي كانت هزيمة بفرق بوينت يعني كنا قادرين كمان على الفوز كانت أمام فريق باترو ديل واندا بنتيجة 91-90. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق رجال الحقيقة كرة السلة عاملين سكواد قوي جدا عاملين بطولات قوية وبيقدموا أداء أكثر مع من رائع. طبعا
طبعا بقياده المايسترو مستر اوجستي بوش. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما عودنا طبعا مشاهدين 10 الصبح في الاهلي، خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء بالفعل متواجدين، احيانا في حاله من بقى الطاقه الايجابيه داخل النادي، يمكن بعد اي بطوله بنحققها بيكون في كده طاقه ايجابيه وفرحه طبعا داخل النادي. في كمان حاله من النشاط، الاعضاء متواجدين بيمارسوا الرياضه، ودرجه الحراره دلوقتي 22. يعني كل اعضاء النادي الاهلي تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم النهارده. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. رائع جدا تغطيه كالعاده يعني هنا، اكثر من رائعه. وبشكرك كمان على ان انت اديتينا فكره عن الاجواء داخل النادي، انا كنت اصلا هسالك عن ده. بشكرك جدا زميلتنا العزيزه المتالقه هنا ابو القاسم. تعالوا بقى نروح شويه لكره القدم الاماراتيه. توج فريق شباب اهلي دبي بلقب الدوري الاماراتي للمره الثامنه في تاريخه بعد ما فاز على بنياس بهدفين مقابل هدف. طبعا الكلام ده كان ضمن منافسات الجوله ال 25، يعني الجوله قبل الاخيره من الدوري الاماراتي. وبالمناسبه كان حسم شباب الاهلي دبي تتويجه باللقب هذا الموسم مبكرا دون ان ينتظر المرحله الاخيره في هذه البطوله، بعد ما رفع رصيده ل 54 نقطه بفرق 3 نقاط عن اقرب منافس، وطبعا هو نادي الوحدة الإماراتي. وحتى في حال خسارة شباب الأهلي أمام عجمان وفوز الوحدة على ضيفه بنياس في المرحلة الأخيرة للمسابقة، برضه هيتساوى شباب الأهلي والوحدة في نفس الرصيد لتحسم المواجهات المباشرة الموقف بينهما. وطبعا الكلام ده هيتم وفقا للائحة الخاصة بهذه المسابقة. من الدوري الاماراتي تعال نروح للدوري الايطالي. وامبارح طبعا اللي تابع من حضراتكم فاز نابولي على فيورنتينا 1-0، ورفع نابولي اللي كان طبعا ضمن التتويج بلقب الدوري الايطالي للمره هنا بنتكلم الثالثه في تاريخه طبعا الاسبوع الماضي برصيد تحديدا 83 نقطه في المركز الاول. دي حاجه غير مسبوقه، خلينا برضو ناكد دي حاجه غير مسبوقه، تالق غير عادي، عوده مره ثانيه للروح، مش بس فكره عوده نابولي بعد اكثر من 20 سنه، لا انت بتتكلم كمان ان عوده الدوري الايطالي للتنافسيه اللي هي كانت غايبه يمكن يا كريم من ايام التسعينات. احنا شفنا كان او كنا بنشوف كوره عظيمه جدا ايطاليه، وكانت على فكره بالنسبه للكتير وانا بحب الراي ده برضو او بميل للراي ده، الدوري الايطالي كان اقوى زمان من الدوري الانجليزي، كان ممتع اكتر من الدوري الانجليزي. فانا بعتقد ان دي خطوات اولى، فكره العوده مره ثانيه، فكره كمان ان نابولي من الفرق اللي هي ما كانتش تماما قريبه خالص في حصد هذه البطوله، ابتدى دلوقتي الوضع يختلف، ابتدى في تطوير مختلف. فكل دي مؤشرات جيده لعوده مره ثانيه الروح والتالق ورونق الدوري الايطالي اكيد. خلينا بقى نروح ونكمل مع حضراتكم. تجمد هنا رصيد فيورنتينا عند 46 نقطة في المركز الثامن، وبدأت المباراة طبعا كانت بأجواء زي ما احنا تابعنا احتفالية في أو من جانب يعني جماهير نابولي احتفالا بتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخ النادي طبعا من كام بقى؟ من عام 1990. فيعني حاجة طبعا كانت حلوة طبعا بالنسبة كمان جماهير نابولي. بالنسبة للدوري الإيطالي أنا بشوف دي برضو خطوة حلوة. الفترة اللي أنت بتتكلمي عليها كان الدوري الإيطالي فعلا مشتعل، وكان في شياكه كده في لعبهم والله العظيم بنفس قدر شياكه الازياء الايطاليه. هم كان عندهم كره قدم شيك قوي وكانت جميله، وعلى فكره كان في كتير من نجوم المنتخب الايطالي معروفين جدا في عالمنا العربي. وناس كان المراحل السنيه المبكره كان في زمان، ما توعيش انت على الكلام ده، كان في زمان قوي البومات وتجمعي صور اللعيبه وتلزقيهم في مكانهم وتبعتي. فاكر انت الحاجات دي؟ الله طبعا. ومحدش كسب في الاخر. لا في كتير كسب لسه حد دلوقتي بنجمع. في ناس في قسم الفقريين ده ما بيفوزش كده كده، لكن دي كانت مرحله جميله جدا. طب تعالوا بقى نروح من الدوري الايطالي للدوري الانجليزي. عايزين نعرف حضراتكم ان فاز فريق ارسنال بنتيجه 2-2 على نيوكاسل يونايتد، وبكده بيكون رفع ارسنال رصيده للنقطه 81 في المركز الثاني في الدوري الانجليزي بهذا الموسم بفارق نقطه واحده فقط خلف مانشستر سيتي اللي لسه عنده مباراه مؤجله، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطه 65 في المركز الثالث. وده الانتصار الثاني لارسنال على التوالي وال25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، طبعا مقابل الخساره في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات.
خلينا ننتقل برضو كريم للدوري الفرنسي يعني سريعا، والعزز في فريق موناكو ده برضو كان مباراة كويسة جدا، تواجده في المركز بنتكلم الرابع بالدوري الفرنسي بعد ما فاز على أنجي 2-1 ورفع موناكو كده رصيده ل 64 نقطة في المركز الرابع، يعني أعتقد تقريبا بفارق 5 نقاط أمام ليل صاحب المركز الخامس. فبالتوفيق برضو للدوري الفرنسي، مش من الدوريات الممتعة خالص، خلينا نبقى برضو بنتكلم بمنطقية يعني لا هنتكلم بمنطقيه او فنيات. الدوري الفرنسي ليس من الدوريات تماما اللي هي تتفرج تمتعك، بتحس ان هو دوري المنتخب الواحد او عفوا الفريق الواحد، ده بي اس جي او باريس سان جيرمان، هو اللي بيبقى دايما متالق، هو اللي بيبقى دايما يعني بتشوف فيه كوره كويسه، الفوارق الفنيه كبيره جدا برضو بين بي اس جي واي نادي بياليه، ف يعني مش حاجه مش متوقعه يعني الى حد ما في هذا الخبر. حصل ايه بقى كمان يا حضرات؟ حصل ان نادي نيوكاسل بالاس تعهد بانه هيصدر عقوبه ضد واحد من المشجعين، كان في مشجع في احدى المباريات وجه اساءه عنصريه ضد اللاعب الكوري الجنوبي سان هيونغ مين مهاجم توتنهام خلال مباراه الفريقين يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز. كمان اصدر توتنهام بيان قال فيه ان التمييز من اي نوع يعني شيء بغيض وليس له مكان في المجتمع او في لعبتنا او في نادينا، وختم البيان بعباره نعمل مع شرطه لندن وكريستال بالاس للتحقيق والتعرف على الافراد المتورطين. بص للاسف العنصريه لسه موجوده في العالم كله للاسف الشديد جدا، في منتاليتيز غريبه جدا لسه برضو ما بيننا متواجده، برضو هتكلم في العالم كله، لكن بقى دمها تقيل يعني. ما تيجي بقى تشوف دلوقتي، احنا في الاول كنا بنشوف بعض للاسف يعني الافعال دي بتصدر من لاعب ضد لاعب، كنا بنشوفها من فترات سابقه، بس طبعا كان بيبقى فيه قوانين وبيتم التعامل بشكل صارم مع اي لاعب بيبقى عنده نوع من العنصريه وبيبين ده في الملعب تجاه اي لاعب اخر، لكن فكره ان انت تشوفها من جماهير دي صوره معتاده الى حد كبير، وطبعا غير مقبوله، لكن فكره السيطره عليها برده مش اسهل حاجه، لان انت ما بتبقاش عارف مين بالظبط اللي بيقول، لكن لما بيتم التاكد من ان ده صاحب الحركة العنصرية أو القول العنصري أكيد بيتم برضو اتخاذ إجراءات ضده بشكل حاسم، لأن الموضوع ده مرفوض عالميا ودوليا مش بس في الرياضة، ده في زي ما تقال إن جنرال. فنتمنى بقى أن الحاجات دي التفاهات دي نخلص منها، لأن عارفة بقى حاجة دمها تقيل يا كريم، خلاص يعني ما خلاص إحنا كلنا مختلفين، يعني سنة الحياة إحنا كلنا مختلفين، ما كنا نبقى كلنا على دين واحد وشكل واحد وجنس واحد ولون واحد وثقافة واحدة وتربية واحدة، ما مش هتبقى حياة يعني، ففي الاختلاف حياة يعني. أنا نفسي الناس بس توصل لنا أو كلنا نفهم هذه المقولة يعني. طيب الأخبار خلصت زي الفل، بارك الله في برزق، حلو لغاية كده. نطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل أول ضيوفنا في أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. عودة من جديد لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم في الفقرة دي في حديث مطول عن دوري الأبطال، سواء دوري أبطال إفريقيا أو دوري أبطال أوروبا اللي الدنيا فيه ولعة بالمعنى الحرفي، واحنا خلاص يعني في مرحله نصف النهائي في المسابقتين. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في اولى الفقرات، الناقد الرياضي الاستاذ اسلام محمد. يا صباح الخيرات واهلا بيك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الانتصارات، صباح البطولات، صباح الفل يا نهاند. يا رب تكونوا بخير ودايما قناه الاهلي زي ما بنقول كده في حته ثانيه، ودايما يا رب موفقين كده. بس ممكن اقول على حاجه طبعا بعد انك منورنا وبونجور، ربنا من الضيوف القلائل جدا اللي بيجوا لنا الصبح بيبقوا فريش، لان عاده بيبقى برنامج الصبح ده الناس تبقى جايه تقول لك انا صاحي عشان خاطرك، والله والله ده انا جاي واللي يسقط في وسط الكلام وقاعد يعني بتحصل برضه عادي. يعني انا مبسوطه ان انت جاي وفريش وصاحي، شكلك او انت من الناس بتصحى بدري. بصي تخيلي انت لما تكوني جايه بيتك وعندك شغف كبير جدا اتجاه المشاهدين الناس اللي بتستناك او بتتابعك في بيتك تحديدا قناه النادي الاهلي، وان انا كمان اكون موجود مع قامتين كبار كريم كوجك ونهاوند، فبجد ده شرف كبير. نورنا وربنا يسعدنا بوجودك وسعداء كالعاده. وعندنا بقى كلام كتير عايزين ندردش معاك فيه، نبتدي فين؟ افريقيا ولا نبتدي اوروبيا وزي ما تحب؟ بص ما ينفعش نبتدي غير لما نبارك الاول طبعا للنادي الاهلي على كاس السوبر طبعا كره القدم، ونبارك ايضا للنادي الاهلي على كاس السوبر الافريقي في كره اليد. يبقى نبتدي افريقيا والنبي ما هيرجع. عارف انت اللي هو ان الاهلي كل يوم بيمسي على جماهيره او بيصبح على جماهيره ببطوله، اعتقد الموضوع فارق بشكل كبير جدا انك انت تاخد السوبر بالاداء اللي احنا شفناه برغم ضغط المباريات الكبير جدا. يا يعني نهاوند الاهلي تقريبا كل 3-4 ايام بيلعب مباراه وبيشارك من بطوله، بيخش في بطوله
تانية مختلفة تماما، بيطلع من افريقيا بيخش في سوبر محلي، بيطلع من سوبر محلي بيرجع دوري. عملتوه وراه والله، تخيلي يعني قدر، وقدر صعب بس قدر يشرف. هو ده قدر النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي انك بتطلع من بطولة بتخش في بطولة تانية تماما، بترجع للدوري المحلي بتخش في كاس مصر وبتفوز. انت مش بتشارك بس في معظم البطولات اللي انت بتشارك فيها، انت بتفوز. والكلام ده بلغة الارقام مش كلام احنا بنطلع نقوله يعني. لا طبعا، لا 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 طبعا. بصي خليني اقول لك بس حاجة مهمة جدا ومعلومة مهمة جدا، احنا في شهر 5 النادي الاهلي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا كريم هو اكتر نادي تتويجا بالبطولات على مستوى العالم في خلال بس النص الاول من من 2023. الحاجات دي بتتنزل، تخيل. ما تفتحش في الحته دي. تخيل انت لما تفتح كده على السوشيال ميديا، اول ما تفتح وتلاقي النادي الاهلي صاحب اكبر بطولات على مستوى العالم في النصف الاول من 2023، اعتقد ده موضوع يعني موضوع مهم جدا. طبعاً. انك انت بتبتدي كمان السنه ولسه عندك 6 شهور كمان في السنه ان شاء الله باذن الله تاكل فيها الاخضر واليابس زي ما احنا بنقول كده باذن الله. جميع البطولات اللي بتشارك فيها سواء بطولات في العاب الصالات او حتى في كره القدم، هروح هروح بعيد اهو. طبعا احنا قدامنا نموذج يعني طبعاً. الحقيقه خليني اقول لك يا كريم ان ديفيد ديفيز، تخيل انت سنه اولى مع النادي الاهلي محقق 3 ألقاب لحد دلوقتي، دوري وكاس وسوبر افريقي ومتاهل لكاس العالم للانديه. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. اي حد مجرد حتى لو بيمر من امام نادي الاهلي فرع الجزيره او اي فرع من فروع النادي الاهلي، اعتقد هو ممكن ياخد بطوله مجرد بس مروره ان من قدام النادي الاهلي. فما بالك تخيل انت بان يبقى في كاس بحجم السوبر الافريقي امامنا، وتخيل انت ما احلاه كمان ان هو جاي من منافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك. فاعتقد الموضوع بيكون كمان له طعم مختلف. اكيد انا بتفق معاك. انا عايزه يعني هنتكلم طبعا عن السوبر الافريقي لليد وملابسات المباراه والكواليس وكله، والتطور الملحوظ كمان مؤخرا مش بس في العاب الصالات عندنا، لا في كل الكيان خلينا نقول، او حتى في الاداء بتاع اللعيبه. انا مش هتكلم عن اللعيبه المحترفه فقط، انا هتكلم عن اداء اللعيبه اللي هي المحليه، ولاد النادي اللي هم كانوا في ناشئين النادي الاهلي. دي نقطه. بس انا عايزه اروح معاك الاول لملف طبعا السوبر، لان انا عارفه انك ما سافرتش يا اسلام، بس اكيد تعرف ناس كتير وصحفيين وفي مصريين جم من دول مختلفه واهلاويه في كل حته، وراحوا يعني ابو ظبي عشان يحضروا المباراه ويبقوا مع النادي الاهلي. الاجواء كانت جميله، مفيش حد رجع قال لك الاجواء كانت وحشه. استقبال كان جميل، الناس هناك بتتعامل بادب جدا، كل حاجه متيسره لك، تنظيم اكثر من رائع، حفل الختام كان جميل، حاجه مبهره بصراحه، الناس كلها مبسوطه. دي كلها حاجات حلوه. انا وكريم كنا بنتكلم في النقطه دي في بدايه الحلقه، حاجه مبهره. انا وانت تخيلي انت، بصي الاهلي اي مكان بيروح يا كريم هو بيكون كرنفال، يعني ما بيكونش يوم عادي. أيوة. خالص، لا بيكون كرنفال. تخيل انت ان الاهلي خلاص هو اتعود على ان هو يروح الامارات ويرجع ببطولات، مش مجرد ان هو بيروح كضيف فقط لا غير. تخيل انت مجرد ما الاهلي بيحط قدمه في الامارات او في ملعب محمد بن زايد، اللي بالمناسبه الناس كانت الفتره الاخيره متشائمه منه، خاصه في بعض المباريات القليله جدا. لا قليله قوي اللي احنا مش عارفه، بالعكس ده قليله صحيح. جدا قليله جدا ان احنا خسرناها بركلات ترجيح، وده امر وارد. وركلات ترجيح خلي بالك، وده امر وارد جدا. فالحمد لله انك انت تفوز وان الملعب يمتلئ كده بالجمهور في خلال يومين يا كريم. اعتقد الموضوع مش سهل. الجمهور عنده شغف هناك، الجمهور ما بيصدق نقولها بالبلدي كده، ما بيصدق طبعًا. ان يلاقي النادي الاهلي هناك. شفت منظر الملعب هناك، وشفت كبار كل حاجة. واسر وناس كبيره في السن وناس من ذوي الهمم موجوده. صحيح صحيح يعني. صحيح. الموقف بقول لك كان حاجه مبهره، كرنفال يعني كرنفال في حب النادي الاهلي. الاستاد الملعب ممتلئ عن اخره من قبل المباراه بساعتين تقريبا او بساعه. ان الجمهور مستني لعيبه النادي الاهلي. تخيل انت ان كهربا ما بداش المباراه، ولكن مجرد نزوله ارضيه الملعب تحس ان سفير النوايا الحسنه نازل ارض الملعب يحيي الجمهور. الحقيقه بصي المنظر كان مبهر جدا، وعنده كمان كاريزما شديده الخصوصيه كريم. كل الكواليس اللي جايه لي من هناك ان الموضوع كان ايجابي جدا. الاهلي من لحظه ما راح لغايه لما رحل من هناك، الحال الموضوع جميل جدا طبعا. على ذكر الكهرباء، تعالى بقى ندخل من الاجواء الجميله بشكل عام للتفاصيل بقى بتاعه الماتش ذات نفسه. صحيح. ازاي شفت ماتش الاهلي وبيراميدز، واكتر الامور اللي كانت لافته للانتباه من وجهه نظرك؟ بص هو كولر ضحك على الناس كلها تقريبا. ان هو ما يبداش الكهرباء والشحات ويبدا بورقتين مختلفين
مختلفين تماما ما حدش كان ممكن يتخيلهم، ورقه زي الكندوسي والثانيه ايضا زي محمد شريف. يعني الجميع توقع ان هو يبدا بالتشكيل العادي بتاعه، ان كهربا يكون متواجد وحسين الشحات يكون متواجد كطرف او محمد شريف يعني، محمد لكن ده كان ولكن فعلا الاقرب والاوقع ان هو هيبدا بكهربا، هيبدا من حيث ما انتهى، يعني هيبدا من حيث ما بدا المباراه الاخيره اللي هي مباراه الرجاء يا كريم لو تفتكر. هو كانت العين كلها كانت متجهه لكهربا، وهينزل امتى وهينزل ولا لا، صحيح لاعتبارات ثانيه كتير كانت. صحيح تحس ان الناس كانت مستنيه ان كهربا ينزل، مستنيه اي حاجه الكهرباء. تخيل انت ان كهربا في عز الازمات اللي هي بتكون متواجده، كهربا بيسجل، كهربا بيشارك طبعًا. كهربا بيكون عنصر مؤثر طبعًا. جدا كهربا بيحط جسمه كمان صح قوي، وبيترمي في المكان الصح وفي الوقت الصح طبعًا. اللي هو المفروض ان هو كريم يترمي فيه ضربة جزاء 100%. انا بستغرب وبتعجب ازاي الناس بتقول مش ضربة جزاء. يعني انا بستغرب، هو مش الناس، هو احنا يعني كان البعض قال كده على فكره، زي ما البعض قال ان كان الكوره بتاعت حسين الشحات كان فوت وبنالتي هي كمان، هي دي احنا كمان كان لينا ركله جزاء لم تحتسب بتاعت حسين الشحات. يعني اعتقد ان يعني الاهلي ليه ضربه جزاء صحيحه بتاعت كهربا، وكان ليه كمان ضربه الجزاء بتاعت حسين. تخيل ان السيناريو كان ممكن يتغير تماما. صحيح. الاهلي قدم مباراه كبيره، كهربا كل مره بيثبت العكس، بيثبت ان هو مش سامع لاي حد خالص. هو مركز في الملعب، مركز في التدريبات، وده انا بشوفه بعناية كريم. اللاعب مش سامع اي حد خالص، مش شايف اي مشاكل خالص. كهربا عنصر مؤثر جدا في النادي الاهلي، واعتقد هيكون من العناصر المهمه جدا خلال الفتره الكبيره اللي جايه طول ما كولر موجود مع النادي الاهلي. حلو جدا. في كمان ماتش يوم الجمعه ان شاء الله مع الترجي، وبرده انا وكريم كنا بنتكلم في ده في الانترو، ان ربما هيكون من غير جماهير. صحيح. يعني لسه الموضوع لا يحسب بعد، بس بنسبه اكبر مش هيكون في جماهير، يعني رغم الاستئناف على القرار وغيره. هل هي نقطه قوه ام ضعف عدم وجود جماهير المنافس، ولا النادي الاهلي بيتعامل اصلا بشكل احترافي اكثر كمان مع الظروف اللي هي بتكون اصعب من هذا النوع، اللي هي مش على ارضه وسط جماهير منافس، مش بتفرق معاك موجود او مش موجود جماهير، يعني المنافسين، فبتشوف ده ازاي برضو الامر؟ بص يا نواند، هو الترجي عليه عقوبه 4 مباريات، في مباراتين هيستأنف فيهم او مع ايقاف التنفيذ، ولكن بنسبه كبيره يعني بنسبه قد تتخطى 80% بالزبط. ان الاهلي هيلاعب الترجي بدون جمهور في بالزبط. ملعب رادس. ولكن لو جينا اتكلمنا بقى عن النقطه اللي انت بتتكلمي فيها المهمه جدا، وهي ان الاهلي خلاص هو اتعود ان هو يلعب امام جماهير، موجود موجود بالظبط يعني. واصعب جماهير انك انت تلعبي قصادها سواء جماهير المغرب تحديدا او عموما تونس او الجزائر، هم دول اصعب ثلاث منافسين انت كجماهيريه يعني ممكن تقابليهم، وكفرق وكمنتخبات على فكره. شفنا الاهلي لاعب يا كريم الرجاء المغربي، كان الملعب تقريبا مركب محمد الخامس كان متقفل، صحيح ما حسيتيش بالضغط. الاهلي بيقدر يمتص الجماهير خاصه في اول 25 دقيقه، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا. ان الترجي كمان يخسر من الافريقي امبارح، اعتقد ده كمان هيكون عامل مؤثر بالسلب على الترجي وعامل ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي جاي منتشي بلقب السوبر المصري، الاهلي جاي منتشي كمان بان هو فارق عن اقرب منافسيه في الدوري ده، وطبعا غير المباريات المتبقيه للنادي الاهلي هتوديه في حته ثانيه خالص، قد يحسم البطوله مبكرا بشكل كبير جدا. فاعتقد عامل الضغط هيكون على فريق الترجي، مش هيكون ابدا يا كريم على فريق النادي الاهلي. والاهلي خلاص هو اتعود، ملعب رابز ده تحس ان هو ملعب استاد القاهره بالنسبه للنادي الاهلي. مش ممكن تجيب نتيجه عكسيه يعني على صعيد فريق الترجي، نتيجه الهزيمه اللي هو اتهزمها امبارح ونتيجه الاحداث اللي مر بيها في الفتره الاخيره، هو كمان اكيد حابب يصالح جماهيره. بص دي نقطه. النقطه الثانيه ان بشكل عام وبعدين شمال افريقيا جنوب افريقيا ايا كان الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي وايا كان مستواه في الدوري المحلي اللي هو بيلعب فيه، بيجي قدام الاهلي والوضع بيتغير. طبعا اصل انت بتلعب النادي الاهلي، تخيل انت ان اي فريق بيلعب النادي الاهلي الموضوع بيكون مختلف معاه تماما. بص انت ممكن يا كريم تشوف فرق بتخسر من اي فرق تاني حتى لو قللت المستوى. أيوة. يعني لو في المستوى لو تحس ان الفوارق كبيره جدا. يعني ممكن نلاقي مثلا فريق قوي جدا بيخسر من فريق في المركز ال 13 او ال 14. حصلت كتير في كل الدوريات على فكره، فاهمني؟ فده امر طبيعي. لكن تخيل انت لما بتيجي تلاعب النادي الاهلي الموضوع بيكون مختلف جدا. لا قدر الله فوز اي فريق على النادي الاهلي ده بيكون بطوله في حد ذاته. طبعا فما بالك انت بتلعب في بطوله تشامبيونز ليج، بتلعب في دوري ابطال افريقيا طبعًا. الترجي والنادي الاهلي مباراه كبيره جدا، خلاص المراحل النهائيه منها وفي النوك اوت. تخيل انت ان الاهلي بيكون شكل
تاني في المجموعات وبيكون شكل مختلف تماما في مباريات النوك اوت خروج المغلوب. شفنا الاهلي في دور المجموعات كان بيمشي على سطر وبيسيب سطر طبعا نظرا لضغط المباريات والسفر رايح جاي ما بين افريقيا وما بين غرب افريقيا وشمال افريقيا وما بين القاهره وما بين مباريات الدوري والكاس وما بين السوبر يسافر الامارات ويرجع تاني. فاعتقد اللي عمله كولر الفتره اللي فاتت موضوع الروتيشن ده كمان مهم جدا، انك انت تريح كهربا، ان كمان ورقه مهمه جدا زي ورقه احمد عبد القادر ترجع في التوقيت ده. خلي بالك عنصر مؤثر جدا في سكواد مارسيل كولر احمد عبد القادر تحديدا، انك انت كمان تدخل خالد عبد الفتاح وتريح محمد هاني. انت بتلعب السوبر يا كريم وباصص على مباراه نصف النهائي. عشان كده انا كل مره بكون متواجد سواء هنا او في اي مكان بقول ما تخافش على الاهلي طول ما موجود مارسيل كولر. انا رايي على فكره كده سال كريم، انا بشوف ان الراجل ده من بجد المدربين الاذكياء جدا اللي هو مع الراجل فعلا. اولا اول ما جه قدر ان هو يعيد تاني الروح في الفريق، قدر ان هو يرجع تاني مستويات مختلفه للعيبه كانت شويه مستواها قل في فترات ما او في كذا ماتش يعني ورا بعض، لا رجع تاني الروح، شفت اللعيبه بتتالق تاني. احنا كنا اصلا كجماهير ممكن نكون كان راينا في بعض اللعيبه لا ده بقى يريح شويه، بقينا نقول لا ده يرعب اكتر لانه رجع مره تانية. المشهد اللي احنا برده شايفينه من المشاهد اللي حارس والفرحه اللي فيها عبد الحارس هو عم حارس عايز كاميرا تمشي معاه لوحده. عبد الحارس ده تاريخ طبعا، ده تاريخ بجد، ده عظمه النادي الاهلي يا كريم طبعا. انا في لقطه كمان يا ريت لو زملائنا في الاعداد يجيبوها لنا، اللقطه بتاعت الكابتن سمير عدلي قبل ما يطلع على المنصه لو موجوده يا جماعه يا ريت حد يجيبها لنا، لان لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني للنادي الاهلي صمم ان هو يطلع قبليهم، يطلع الاول. هو ده النادي الاهلي وهي دي الحاجات اللي احنا يعني دايما متعودين عليها في النادي الاهلي، والجمهور الجميل اللي احنا شايفينه ده في الامارات اللي كان مستني النادي الاهلي بكل شغف. اعتقد ان هي كانت ملحمه كرويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. السوبر هو السوبر دايما بيروح للسوبر، والحقيقه النادي الاهلي دايما سوبر في المباريات الكبيره. ما تخافش ابدا على النادي الاهلي في المباريات الكبيره، ممكن تخاف عليه في دور المجموعات، ولكن عندما يتخطى دور المجموعات من اي بطوله مشارك فيها اعتقد الموضوع بيكون مختلف يعني تماما. يعني مبدئيا كده مش قلقان من اي مش حاجه، مش قلقان خالص ماتشين الترجي اللي جايين خالص بدايه كلام كده. بكل امانه انا مش قلقان على الاهلي طول ما موجود مارسيل كولر. الحقيقه الراجل بيفكر خارج الصندوق، محدش ابدا كان يتوقع ان هو يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه في مباراه السوبر، ولكن الراجل بيلعب مباراه السوبر وكل تفكيره يا كريم في مباراه نصف النهائي المهمه جدا. خلي بالك اصل انت دوري ابطال افريقيا ده هتوديك كاس العالم للانديه، هتسطر تاريخ كبير جدا، انت بتضع المنافسين في مأزق كبير جدا. مين هيقدر يحصلك؟ ما اعتقدش ابدا ان حد ممكن يقدر يحصلك خلال الاربع خمس سنين اللي انت اخدت فيهم. انت تقريبا هي دي اللقطه اللي انا بقولها. انت بس تؤمر، احنا معانا مخرجنا الكبير دكرور. انا بشكرك يا دكرور الحقيقه على اللقطه دي. هي دي اللقطه، هي هو ده النادي الاهلي يا كريم طبعا. هو ده يا نهوان. تخيل انت تاريخ كبير طبعا، تاريخ كبير. اللقطات دي والحاجات دي ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي بس. صحيح. بحييك بجد، يعني بحيي فريق الاخراج والاعداد. لقطه عظيمه جدا. هو ده الروح، هي دي الروح اللي احنا بنشوفها دايما في النادي الاهلي. الاهلي بيدي دروس. انا على واحد من الناس في لقطات كانت مجمعه من النوع ده، انا كانت عيني رايحه على طول على ارجع اقول لك على عم حارس وفرحه عبد الحارس الجميله اللي كانت بتعبر عن فرحه كل الاهلاويه. صحيح. الاهلي دايما بيدي دروس الحقيقه في كل مواقفه، بيدي دروس حتى وهو طالع على منصه التتويج. خلي بالك بيدي دروس الحقيقه. في انديه ثانيه احنا بنشوف سواء هنا او بره بنشوف الحقيقه بيتهافتوا على الطلوع على المنصه، ولكن خلاص هو الاهلي اتعود ان هو يطلع على المنصه ما عندوش اي مشكله. فعشان كده بقول لك ما تقلقش على الاهلي، مجلس اداره قوي، مجلس اداره بيدعم فريقه، مجلس اداره بيدعم مدربه. الاهلي الفتره اللي جايه كريم اعتقد هيكون في حته ثانيه خالص. عايز اسالك على حاجه ليها علاقه بالحاله العامه. صحيح. انت كنت من شويه بتقول ايه مين هيعرف يحصلك؟ صحيح. ما في ناس كتير من اللي مش عارفه تحصلك بتحاول تكسرك. صحيح. فاهم ازاي؟ ليه؟ انا بقول شعر اهو. حلو. اللهم صل على النبي. صحيح. لا بس بكلمك بجد والله، ليه احنا ما عندناش الحميه بتاعت ان الوضع العام في كره القدم المصريه يكون سوي، مش هقول لك نموذجي. بص أنا اللي مش عارف يوصل لك على الاقل يشتغل على نفسه، مش يحاول ينزل منك انت. ليه التوجه ده بقى ملحوظ قوي في الفتره الاخيره، وحتى من كيانات المفروض ان هي اكبر من ان هي
تنزلق في حاجه زي كده، لان هو بيفكر فيك انت، هو مش بيفكر ازاي يحصلك، هو بيفكر ازاي يحاول ان هو يوقعك. ولكن لو جينا اتكلمنا، النادي الاهلي عمره ما يقع. النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي من 1907، النادي الاهلي عمره، شوف بقى من 1907 لحد دلوقتي مين حاول كم مره وباساليب مختلفه وبطرق، خلاص محدش محدش هيعرف. هي مشكله الناس دي، هي مشكله عندهم هم. ولكن تخيل ان الاهلي ماشي في طريقه، الاهلي ماشي في طريقه، الاهلي مكمل في طريقه، سواء هنا، وبيخلي بالك ده الموضوع كمان بيبقى من هنا اكتر من بره. الموضوع بيبقى من هنا اكتر من بره، هو بيبقى تقريبا من هنا. صحيح، تقدر تقول كله من هنا. صحيح، ولكن الموضوع مختلف تماما. الاهلي ما بيفكرش، الاهلي عينه على الهدف اللي هو ماشي عليه. ده اسلوب اي شخص ناجح، مش بس يعني نادي الاهلي بيبقى هو بياخدوا خطوه. اي شخص ناجح، الناس الناجحه لا تلتفت، هو ده اللي فارق على الارض. ده فارق، هو ده اللي فارق النادي الاهلي عن اي حد تاني يا كريم. هو ده اللي فارق النادي الاهلي، ومحدش هيعرف، ما حدش هيعرف ان هو يهز النادي الاهلي. يا جماعه ده عارف انت لما بتيجي تبني عماره كده، بتبني اساسات من تحت. هو الاهلي، هو الاهلي ده هو الاساس. صحيح. هو الاساس، وبعد كده بتبني عليه. تتفرج على مثلا اي برنامج رياضي او استوديو تحليلي لاي دوله من دول العالم العربي او الشرق الاوسط، صعب قوي تلاقي كيان بيتكلم على كيان تاني. صحيح. بنفس كواليتي الكلام اللي بيتقال على النادي الاهلي هنا في برامجنا، على ارضنا، في بلدنا. عايز تحس بقيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي الحقيقيه، هتلاقيها جايه لك من بره. هتلاقي ان الكل بيتمنى ان الاهلي يروح يعمل مباراه عنده، بس عنده، بس ان الاهلي بس يروح زياره هناك. تخيل انت، انا بس عايز اسال سؤال واحد فقط لا غير، يعني تخيل انت ان الاهلي مش موجود في مصر، تخيل ان مفيش فريق النادي الاهلي، كانت هتبقى السعاده منقوصه بقدر مهول. لان هو مصدر سعاده لناس كتير. خلي بالك، دي حقيقه يا كريم، في ناس بتتنفس النادي الاهلي، مش مجرد عاشقه ليه. الاهلي بيغير مود كل الناس. صحيح، كل الناس. مش انا بخلي بالك، انا هنا ما بتكلمش. الجمله دي برضو ما جاتش من فراغ، ولا في غيره يفرحنا. طبعا انا ما بتكلمش هنا عن جمهور النادي الاهلي بس، لا حقيقه بجد الاهلي بيغير مود كل الناس. الاهلاويه طبعا بتبقى فرحه عارمه، واعتقد المنافسين الموضوع برضو النفسيه بيبقى الموضوع بيغير مودهم الحقيقه. صحيح. فلا يعني اعتقد ان الاهلي الفتره اللي جايه زي ما بقول لك ماشي خطه ثابته جدا. عندك دوري ابطال افريقيا، مباراه الترجي انا شخصيا مش قلقان منها. الاهلي مش صعب خالص ان هو يروح كمان يكسب الترجي في ملعب رادس، انا مش قلقان من المباراه. وخلي بالك الاهلي وكولر بيفكر في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، بيفكر ازاي ان هو يربك حسابات الترجي قبل ما يجي لك القاهره هنا. اعتقد ان هدف هناك، هدف هناك اعتقد هيفك كل الطلاسم، هيفك كل المشاكل ان انت ممكن تواجهها هناك في ملعب رادس. وزي ما قلت لك، ملعب رادس بقى دايما وش السعد على النادي الاهلي، زي ما صن داونز وش السعد على النادي الاهلي في كل مجموعه بيكون متواجد فيها الحياه مع النادي الاهلي. غريبه قوي القصه دي، يعني حاجات كده ما بتبقاش ليها يعني ترجمه. على كل حال، قبل ما نروح لملف اخر، انا عايزه بس اروح معاك برضو النقطه يعني لفتت نظر العديد، فكره هنا ان لو هنتكلم عن جماهير الانديه المختلفه في العالم كله مش في مصر بس. صحيح. هتلاقي الجماهير ممكن يكتفوا ان النادي بتاعهم يحصل مثلا على البطوله السنه دي وبيقعدوا عليها سنتين ثلاثه اربعه، يعني ما بيبقاش الجماهير عندها مشكله. تعالى بقى قارن ده بالنادي الاهلي والجماهير، احنا ليه عندنا الوضع مختلف تماما؟ احنا خدنا مثلا فاكر وقت الثلاثيه طبعا، قال لك يلا اللي بعده، التاسعه طب العشره، العشره طب الحداشر. فهو ايه ده؟ يعني فكره ان انت يبقى عندك جماهير برضو بتعشقك لدرجه ان هي مش قابله ان انت في بطوله في موسم ما تاخدهاش، ماليش دعوه بقى انت مضغوط، ماليش دعوه بقى الجدول مش عارف، ماليش دعوه اصابات، انا عايز الفريق بتاعي اللي انا شايفه يستحق ده بيحصل على كل البطولات، ده مش موجود في العالم كله. صحيح. بصي، هو ده قدر من يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. اي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي الشخصيه، خلي بالك الاهلي دايما يا كريم بيدور على الشخصيه. في لاعبين كبار جدا ولكن ما ينفعش شخصيتهم مع النادي الاهلي. الاهلي دايما بيدور على اللاعب الشخصيه، اللاعب اللي يقدر يتحمل الضغط الجماهيري الكبير جدا. طبعا. انت هنا لما بتتكلم على جماهير الاهلي في مصر بس، لا الموضوع مختلف، ما فيش مقارنه مع اي نادي تاني، مع احترامي لكل الانديه، ولكن جماهيريا ما فيش مقارنه على الاطلاق. طبعا. على ارض الواقع انا بتكلم، ده بينتج عنه ضغط كبير، فده بالتالي بينتج عنه ضغط كبير زي ما انت ما قلت اتجاه اللاعبين. فالاهلي دايما بيفكر على اللاعب الشخصيه، ممكن لعيبه مهاريه بشكل كبير جدا ولكن الكواليتي بتاعها والشخصيه بتاعتها
النفسيه ما ينفعش مع النادي الاهلي، فبالتالي ما بتلاقيهوش في النادي الاهلي. ولكن زي ما نهواندا قالت واحنا اتكلمنا في بدايه الحلقه لو تفتكر، لما قلت لك الاهلي بيصبح على جماهيره وبيمسي على جماهيره ببطولات، فخلاص هو الاهلي عود جماهيره على كده. انت عارف فايلت كان مره كان ليه تصريح يعني هو عجبني بصراحه، لما جاء قال لك ايه، هو جماهير النادي الاهلي عايزه تكسب على صحيح. طول قال لك احنا حتى لو بلاي ستيشن صح. لو حضراتكم فاكرين قال لك لو بلاي ستيشن ده مش هيحصل مفيش. فهي دي فعلا الروح اللي احنا عايزينها، مش بس للعيبه، للمدربين الفنيين اللي بييجوا يبقوا فاهمين المينتاليتي ان ده الجماهير بتاعتك، هي دي جماهير النادي الاهلي. انا اكتر حاجه استوقفت عنها الايام اللي فاتت دي ان كولر بقى بشكل كبير قوي درس افريقيا خلاص. انا حاسه بقى واحد مننا والله. هو ده تحسه زينا خلاص. تخيل انت بيلاعب فريق من شمال افريقيا، وانت ونهواند اكيد عارفين وكل الساده المشاهدين عارفين فرق شمال افريقيا بتتعامل ازاي معاك. هو خلاص هو بقى يتعامل معاهم كان هو فريق من المغرب او من تونس او من الجزائر، بيتعامل معاهم بشكل طبيعي جدا، كان المباراه في القاهره، خلي بالك هو كان ما بيلعبش في المغرب، بيتعامل معاهم جيم عادي جدا، بيعرف ازاي يستغل انصاف الفرص اللي بتجيله. ده ناتج عن سمات شخصيه في تركيبته هو، ولا ناتج عن انه بيعكف على الدراسه وبيجيب فيديوهات ويشوف ويقيم ويكتب على جنب نقاط القوه والضعف؟ يعني هي عايز اقول يعني دراسه الخصم اعلى، ولا بتبقى سمات شخصيه في المدير الفني؟ بص، ما ينفعش ان احنا لما نيجي نتكلم عن كولر نفصله ابدا عن الجهاز اللي موجود معاه، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان. خلي بالك الثنائي دول تحديدا ليهم دور كبير جدا جدا طبعًا. جدا مع مارسيل كولر طبعًا. في حته افريقيا بقى في موضوع افريقيا ده تماما، اعتقد ان الناس اتكلمت معاه، الكابتن سيد عبد الحفيظ بكل تاكيد اتكلم معاه، كابتن سامي قمصان ايضا بيشتغل بشكل كبير. خلي بالك لما باجي اتكلم عن حد هنا او بره او في اي مكان بكون متواجد فيه، لان انا بشوف ده بعناية للامانه، انا بشوف ده بعناية في ارضيه الملعب سواء في تدريبات او حتى في المباريات الرسميه. فاعتقد ان الثلاثي اللي احنا بنتكلم عليهم دول هم عنصر مؤثر جدا في المنظر اللي احنا الجميل اللي احنا بنشوفه من النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، سواء في افريقيا في دوري ابطال افريقيا او حتى في السوبر، بنشوف روح جميله جدا، الروح دي ما بنلاقيهاش غير بالفعل في النادي الاهلي. فاعتقد ان عليهم عامل بشكل كبير جدا ان هم بيتحدثوا مع الراجل على طول، المنافسين كمان، ياسين المكاري ايضا محلل اداء الحقيقه، الراجل ده شغال بشكل كبير جدا مع مستر مارسيل كولر. فاعتقد هي منظومه كامله، اداره، جهاز فني، لاعبين، عشان كده احنا دايما ما بنخافش على النادي الاهلي الحقيقه. وزي ما قلت لك وباكد لك، انا مش قلقان خالص في مباراه الترجي اللي جايه، باذن الله الاهلي يعدي منها. مباراه بقى الوداد وصن داونز دي هتكون هيكون موضوع مختلف تاني. طيب تعالى كريم انا وانت برضو نروح، لان احنا اكيد حابين نروح انا وكريم معاك يا اسلام لدوري ابطال اوروبا. وعندك ريال مدريد ومانشستر سيتي. تقطيع ده يوم الثلاثاء، يعني ماتش تقطيع، والواحد مش عارف يشجع مين بالمناسبه. يعني انا بحب مانشستر سيتي وبحب ريال مدريد، بس غالبا حميل لمانشستر سيتي عشان ريال مدريد عندنا طار معاه برضو. بص زي ما كنا بنتكلم على النادي الاهلي، البطولات بتروح للي بيحبها، وريال مدريد بيعشق البطولات وبيعرف لو دوري الابطال بالذات صحيح هي طبعًا. دي طبعًا. عشان كده انا ربطت ما بين الاهلي في دوري الابطال ان هو بيكون في دوري المجموعات حاجه، وبيكون في مباريات النوك اوت تحديدا حاجه تانية مختلفه تماما. يعني شايفين الترنح اللي ماشي عليه ريال مدريد في الدوري، ولكن في الشامبيونز ليج الاوروبي الحقيقه ماشي بخطى ثابته وقطر ماشي، محدش عارف. بس هو هيواجه قطر ما يقلش، هيواجه قطر ما يقلش. سيبك من مانشستر، بكلمك على هالاند لوحده. هالاند طبعا ده لوحده قطر فظيع، ما نحسش ان هو لاعب كوره، يعني انا بحس ان هو ريبوت، يعني حاجه حاجه الحقيقه. بس اعتقد امام ريال مدريد بيتوقف كل ده، يعني انا من خلال متابعتي لريال مدريد، هتقول لي هالاند، هقول لك ان ريال مدريد ايضا عندها خط دفاع حديدي تحديدا في الشامبيونز ليج. خلي بالك هو زي ما قلنا بيمشي على سطر في الدوري، ولكن في الشامبيونز ليج هو موضوع مختلف تماما، ولكن هتكون مباراه كبيره جدا
تخيل انت المان سيتي جوارديولا. المان سيتي دايما ممكن نشوفه بياخد، ما فيش مشكله لو خد الدوري الانجليزي، ولكن عنده مشاكل في دوري ابطال اوروبا زيه زي انديه كبيره برضه. حتى لو في مصر هنا هتلاقي انديه بتصرف مبالغ كبيره جدا ولكن ما عندهاش بطولات، يعني ما بتاخدش بطولات. هي ممكن تلاقيها في المراكز الثالث الرابع الخامس ولكن عندها مشكله ايضا في البطولات. كان احنا مش فاهمين اصلا على مين يعني. حويط كابتن ازاي، خلي بالك حويط برضه مش سهل، مش سهل حتى بتبدا بحرف ب. يعني طب ما حضرتك بتتكلم بارقام، احنا مش بنتكلم عن حد، احنا بنقول بلغه الارقام. هي مش هي دي ارقام يعني. فعلا بالمناسبه هي دي مش لوحدها ظاهره يعني تستحق الدراسه طبعا، فكره ان انت عندك كتيبه، يعني انت عندك سكواد مدجج. طب طبق على بي اس جي يا كريم برضو لما هو ده هو ده نفس القصه صحيح، بس طب يعني ده نتيجه ايه؟ ما انت عندك لعيبه عالميه بالمعنى الحرفي، ايه اللي مانعك بقى عن البطولات؟ بالرغم خلي بالك ان المان سيتي لو جيت بصيت له جماهيريا عنده جماهير كبيره جدا، البي اس جي ايضا في فرنسا عنده جماهير كبيره جدا، ولكن هي بتبقى سمات شخصيه في الفريق نفسه يا كريم، بتبقى ايضا سمات شخصيه في الاداره نفسها. عارف انت الاداره اللي هي يعني عارف انت نشاتها وميلادها ان هي طالعه بتاخد بطولات، هو خلاص هو اتعود على كده. يعني من 1907 لو جينا اتكلمنا عن النادي الاهلي هو اتعود ان هو ياخد بطولات، ولكن لو جيت بصيت على البي اس جي او المان سيتي، هم الحق الفتره الاخيره هم عاملين طفره فقط لا غير. حتى بتلاقيهم بيستقطبوا لعيبه كبيره جدا تحديداً. طبعا بيستقطبوا لعيبه جدا وبمبالغ كبيره جدا طبعاً. ولكن في الشامبيونز ليج الاوروبي الموضوع بيبقى مختلف تماما معاهم. عشان كده بقول لكم ان دوري ابطال اوروبا ليه فرق معينه. ريال مدريد لو جيت اتكلمت على ريال مدريد، الليفربول بيجي من بعيد وممكن سنه او سنتين وبعد كده بيختفي، برشلونه ايضا بيجي من بعيد وبعد كده بيختفي، ولكن لو جيت قارنت ريال مدريد بالنادي الاهلي، تخيل انت بص هتلاقي كفتين كبار جدا، واحد بياخد الشامبيونز ليج الافريقي وخلاص هو اتعود على كده، بياخد العشره وبيدور دايما على ال 11، ايضا ريال مدريد لو جيت بصيت بطل اوروبا، اعتقد الكبار دايما بيقابلوا الكبار، هو دايما الكبار. لما بيتقال على فكره اسم النادي الاهلي طبعا بصدد مقارنته بفريق تاني بره صحيح، دي حقيقه ما بيتقالش غير ريال مدريد. طبعا دي حقيقه يا كريم، دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها ابدا، ولكن هتكون مباراه كبيره. مانشستر سيتي بيلعب ريال مدريد، انشيلوتي جوارديولا اثنين يعني كوتشينج كبار جدا جدا على الخطوط، فاعتقد المباراه هتكون عظيمه جدا، المباراه هتكون كبيره. ده طبعا تدريب لقطات تدريب ريال مدريد، الفريق بص يعني مدجج بالنجوم، ما تحسش ان في اي نواقص. يعني كريم بنزيما طبعا متوهج معاهم، كورتوا اللي طبعا عملاق، يعني بص طبعًا. يعني لو جيت اتكلمت بص يعني احنا دايما بنقارن محمد الشناوي دلوقتي لما بنقارنه، يعني احنا نمسك الخشب الحقيقه، محمد الشناوي كان مؤثر جدا جدا طبعًا. جدا في مباراه السوبر بصراحة. محمد الشناوي ايضا اللي الناس ما خدتش بالها منه في مباراه الرجاء المغربي وركله الجزاء اللي اضاعها فريق الرجاء، محمد الشناوي كان عامل مؤثر جدا جدا فيها. لو تتذكر اللقطه من بدايتها، وقفت محمد الشناوي مع اللاعب قبل ما يسدد الكوره، تحركاته على خط المرمى ايضا قبل ما اللاعب يسدد الكوره، اربكت حسابات اللاعب بقى داخل مش عارف هيحطها فين، عشان كده شفناها في القائم. اعتقد ان محمد الشناوي كورتوا دايما بيقارن الاهلي بريال مدريد. الموضوع انا هوند بجد، الموضوع حاجه عظيمه جدا. حلو. طيب عندنا برضو قطبين ميلانو طبعا، والمواجهه الكلاسيكيه زي ما بيطلق عليها يعني صحيح. طبعا ايه بقى؟ بصي ميلانو دايما الانتر والاي سي ميلان الحقيقه دايما بتلاقيها مواجهات كبيره جدا، زي ما بنشوف ديربي مدريد ما بين الريال وبرشلونه، زي ما بنشوف الديربي هنا مثلا اهلي وزمالك الفتره الاخيره. طبعا احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان اهلي وزمالك اول وثاني، احنا بنتكلم على الفتره الاخيره، لان الزمالك دلوقتي في المركز تقريبا الخامس او الرابع. نتمنى له طبعا ان هو يستفيق سريعا، عشان برضه نلاقي حد دايما نفسه طويل معانا، لان في فرق انت بتلعبيهم، يعني فرق مثلا في سواء في المركز الثاني او الثالث، دايما الفرق دي ما بتكونش نفسها طويل مع النادي الاهلي، فنتمنى الاستفاقه لان هو المنافس التقليدي بتاعك دايما. فاعتقد ان ديربي ميلانو اعتقد هيكون ديربي قوي جدا، دايما بنشوف الكره الايطاليه بص لا تكهنات،
يعني ده سواء تلاقي الاي سي ميلان فايق جدا، ولكن مره واحده تلاقي الانتر هو اللي بيفوز والعكس. بس معنى سؤالي لما كنت بقول لك ايه بقى عشان ما فهموش، يعني فكره هنا اي سي ميلان او باي ميلانو وفكره برضو الدوري الايطالي، وانا وكريم اتكلمنا في النقطه دي من الاول، فكره العوده مره تانية، فكره الكره الايطاليه صحيح اللي غابت فتره كانت ممتعه صحيح. قوي قوي قوي، وبعد كده حصل دروب ومش دروب قليل يا كريم، ودروب فوق ال20 سنه. فانت بتتكلم فالعوده مره تانية، ومن خلال كمان الانديه بتاعتها اللي هي التوب يعني يوفي دي لا في حاجه متغيره. ايه بقى اللي حصل؟ ايه الطفره دي سببها؟ التقدم اللي حصل، العوده مره تانية، ده سببه ايه من وجهه نظرك؟ يعني بتشوفه هل هي اداره ولا هو سيستم؟ هو سيستم يعني. يا هوند الحقيقه هو سيستم، يعني في كل منظومه ناجحه يا كريم الحقيقه. الفترات اللي فاتت كنا دايما بنتكلم عن الدوري الانجليزي، دايما بنتكلم عن الدوري الاسباني، الالماني كمان دخل مؤخرا في الدوري الايطالي كنا على طول بنصنف الدوري الانجليزي ثم ياتي بعد منه الدوري الايطالي لو طبعًا الفترات طبعًا اللي فاتت. الحقيقه الفتره اللي فاتت بدات الاداره الايطاليه واللي يشتغلوا الفتره اللي فاتت على القصه دي، عشان كده رجع الميلان، رجع الانتر، ورجع الاسي ميلان كمان بيعمل سكواد الفتره اللي فاتت قوي جدا، الانتر ميلان كمان ماشي بخطه ثابته الفتره اللي فاتت، اليوفي هيخش كمان معاه. مجرد فكره رجوع الدوري الايطالي حاجه مبهجه تبسط كل عشاق كره القدم. نتمنى بقى النادي الكبير قوي اللي يعود مجددا هو نادي بارما الايطالي. الحقيقه النادي ده كبير جدا، النادي ده كان برضو امجاد طبعا كان عامل طفره كمان في الدوري الايطالي، وكان ند قوي جدا لكل الفرق الكبيره سواء الانتر او او الايسي ميلان او اليوفي. فاعتقد وجود الدوري الايطالي على الساحه القرويه العالميه احنا بنستمتع بالحياه دي اليوم في طبعا بنستمتع. فاكر ايام باولو مالديني؟ طبعا باولو روسي. باولو روسي وباولو مالديني كل توتي يا كريم الحقيقه ديل بيرو الحقيقه دايما الكره الايطاليه ولاده بالنجوم صحيح. يعني انت ممكن صحيح. تقولي نجم وتنسي فاعتقد لا، يعني الكره الايطاليه وجودها هي حاجة ممتعة جدا بجانب الدوري طبعا الانجليزي، بجانب الدوري الالماني، وليه شعبية يعني عشان بس الوقت طبعا، بس تتفقوا معايا في النقطة الأخيرة دي، الدوري الإيطالي ليه شعبية كبيرة جدا، يعني اللعيبة بتاعتهم عالميا محبوبين. طبعا شوف احنا حافظين أسماء من أيام كأس العالم صحيح 91 صحيح. فأنت بتتكلم إن اللعيبة الناس حباهم، ليهم شعبية كبيرة، احنا في مصر بنحبهم تحديدا كمان الإيطاليين. فكأس العالم وقت ما فازوا بيه عايز أقول لك ان معظم الدول العربيه كانت بتشجع ايطاليا احنا مثلاً. كمان احنا كمان بنحب ايطاليا اكتر. ليه؟ لان انت اول فوز على المنتخب يعني احنا فزنا على منتخب ايطاليا بهدف محمد حمص الشهير في كاس القارات لو تفتكري البطوله اللي احنا عملناها في السماء نزلت على انت نورتنا كابتن اسلام، وان شاء الله نشوفك على خير قريب. ربنا يخليك كريم، انا اللي كنت مبسوط ان انا موجود معاك ومع نهاوند ومع بيتي بقى قناه النادي الاهلي. بشكرك وبشكر فريق الاعداد والاخراج، وهنشوفك تاني. صباح الفل عليكم وصباح الانتصارات دايما. صباح الفل عليك وان شاء الله نشوفك على خير. ان شاء الله. فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا في تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، والمره دي بقى الوضع مختلف وهنتكلم في ملف مختلف تماما. ايوه اهو ملف الصالات كلام محترم زي ما حضراتكم اكيد تابعتونا. احنا هنتكلم في الفقره دي عن العاب الصالات في الاهلي طبعا اللي شهد حصد العديد من البطولات مؤخرا كمان، وهنتكلم يعني على جانب كمان البطولات المختلفة للمنتخبات، بس كل ده بشكل أكثر تفصيلا طبعا مع أستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي اللي منورنا. بونسوار، لا بونجور، بونجور. هتختلف قوي يعني، والنبي تمشي بونسوار برضه احنا داخلين على نص اليوم بالظبط، مش وحش بونسوار. ايوه بس يعني سعداء ان انت معانا النهارده استاذ شادي بجد، لان المره اللي فاتت كنت معانا كنا لسه بنقول عايزين الكاس وهو الكاس معانا بس كده خلاص. انا اللي مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم في يوم زي ده، يعني سعيد جدا. اهلا بيك، ومليون مبروك للنادي الاهلي ودايما كده في نجاحاته انجازاته بطولات موسم استثنائي لالعاب الصالات ده على كل الاصعده. ده احنا وقفنا عند فريق كره اليد لوحده رجال وسيدات دوري وكاس، لا خمسة. في حاجه الحمد لله دي الخمسه كده، في حاجه تستحق التوقف عندها يعني. طبعا ده لازم نبتدي بيها طبعا. طب مرجعيه ده ايه في رايك؟ تشابو وتحيات وكل كلمات الشكر للكابتن خالد العوضي. أول حاجة عامل شغل ممتاز الحقيقة. أول حاجة أول حاجة يعني النشاط الرياضي تطور تطور هائل. حضرتك زمان كان التركيز كله على الكورة،
من فترة كبيرة داخلين في أكتر من 10 سنين، خلاص الجمهور بقى يعي يعني إيه ألعاب صالات، يعني إيه بقى خلاص بقى فيهم منافسة، ولازم أعرف اللي أنا أكسب وأجيب صفقات، ولازم فريق الفولي وفريق الهاندبول وفريق الباسكت تنس طاولة كل ألعاب الصالات لازم نكسب. فاللي حصل إن كان في تركة كده محملة بشوية عقبات، جه كابتن خالد العوضي طور كل حاجة بطريقة بسيطة جدا، اشتغلنا خططنا الكوتش المديرين الفنيين محتاج ايه، بجيب الصفقات. المشكله مش لازم افضل منتظر عليها سنه او اتنين لحد ما اتاكد هو انا شايف صح ولا غلط. والحقيقه المدراء الفنيين يعني يعني تم جلبهم مؤخرا في حالات معينه في فرق معينه برضو هم كمان اندمجوا بسرعه جدا، لان انت اخترت صح، انت اخترت ناس اوريدي عارفه زي ما بيقولوا كده ايه اللاعب المصري، اشتغلوا معايا يعني سواء ديفيد ديفيز في الهاندبول هو كان مدرب منتخب مصر في 2019 واتكلمنا قبل كده اللي هو كان حط المنتخب على بدايه الطريق العوده للانجازات بعد الغياب فتره كبيره. لما تختار اوجوست بوش كان مدرب سابق لنادي الزمالك عارف اللاعب المصري فعارف الاجواء في افريقيا فقدر لما جه 5 بطولات من 5 بطولات. كذلك كابتن ميدو مصلحي ومحمد مصلحي في الطائره، كابتن حمدي الصافي اوريدي كانوا كباتن كبار موجودين على الساحه وهم القاده. فبالتالي الصفقات انت محتاج ايه من اللعيبه. فطبعا كابتن خالد العوضي كل التحيه والتقدير، لان انا كنت عامل حسابي فعلا الاول كلام يبقى عليه، بنرسل له كل التحيات. يستاهل يستاهل نتاج تعبه، ما بينامش، كلمه في اي وقت 4 الفجر هتلاقيه بيخلص صفقه، العشرة الصبح بيعمل مؤتمر الساعه 2 دايما الصفقات مرتبطه. لا هو على الجانب الفني يعني زي ما انت بتقول يا شادي واكتر بصراحه، وعلى الجانب الشخصي كمان شخصيه محترمه ومشجع درجه ثالثه للنادي الاهلي جدا يعني دي حقيقه. طبعا طبعا فيعني ده الجزء الاداري. الجزء الفني بقى لو احنا هنتكلم بمناسبه الكاس ده، يعني ديفيد ديفيز جه في نص الموسم ما اعتبرش هو اللي اختار حتى القائمه الاساسيه، جه شايف المحترف مش قد كده البرازيلي راول نانس النادي الاهلي استغنى عنه، قدر يطور من اللعيبه. خلي بال حضرتك برضه ان انت لما تجيب مدير فني، ما انت ممكن تجيب مدير فني بيشتغل على القماشه اللي معاه ما بيعملش اي ابديتس او ما بيعملش تطوير ليهم. المهم ان انت تطور اللعيبه، لان انت برضه عندك خامات محتاجه اللي هي تتطور، يعتبر جيل مش ناشئ بس اعمار سنيه صغيره محتاجه الخبرات. طبعا لعيب كبير كان لعيب منتخب اسبانيا حصل على بطوله عالم 2005، يعني خبرات متراكمه كبير، كون اللي هو يعرف ينقلها للعيبه فده طبعا يحسب له. طبعا طبعا كان عندنا صراحه مع كامل احترامي سواء لحميد او لطه او للطيار سابقا او لهادي رفعت، كان عندنا مشكله دايما في مركز حراسه المرمى. لما جه اصر على وجود جهاز فني معاه، فينيو لوسرت كرواتي برضو حاطط يعني كان جول كيبر منتخب كرواتيا 2 اولمبيكس، فانت برضو خبراتك طبعا عاليه طبعا. عايزين نشوف ما شاء الله حميد ربنا يرجعه بالسلامه. وقت الاصابه الجمهور كله كان قلقان، طيب طه هيعمل ايه؟ صحيح طه فاينل كاس وسيمي فاينل كاس وفاينل كاس اثبت جداره، دلوقتي متواجد مع الفريق برضو احمد وليد القادم من الاعاره من البنك الاهلي. فبالتالي ان الجهاز الفني كامل بيشتغل في المنظومه اللي انت خلاص انت كسبت دوري وكاس بطوله كاس السوبر الافريقي، ده مهم جدا بتاهلك للسوبر جلوب. بس احنا كان اصلا ليه عندنا مشكله في المركز ده تحديدا حراسه المرمى؟ عشان انت اسلوب وستايل تدريب حراسه المرمى لكره اليد معتمده على الرياكشنز، مش اللي انا هشوط الكره هيصدها، ما هو اكيد طبعا بالخبرات الكبيره بتاعته هيصدها ده دوره بالظبط، لكن الرياكشنز اللي ان هي برضو الكره. بص حضرتك لو احنا بنتفرج رميه الجزاء 7 امتار ما هي بتتشوط، هي صعبه جدا على حارس المرمى، بس التركيز مع حركه الايد مع اللي انت تشتت او تجبر اللاعب اللي هو يحطها في الزاويه اللي انت عايزها سواء فوق او تحت عشان تصطاد رجلك او ايدك، شغل ذهني برضه طبعا طبعا. فهي دي اختلاف التدريب، يعني اختلاف ستايل التدريب. فطبعا دي كانت من التطور الهائل الهائل الملحوظ جدا على فريق كره اليد للنادي الاهلي، لان احنا لو اتكلمنا الفريق كعناصر مقارنه بالموسم الماضي ما فيش اختلاف كبير يعني تقريبا معظم العناصر هي هي، يعني احنا تقريبا مع بس اللي حصل ان في تطوير استجد فني فبالتالي وثقه. ماتشات كتير كنا بنلعب قدام نادي الزمالك بنبقى متقدمين 5 و6 الفرق يرجع 2 تعمل كده الماتش يضيع، وقعدنا كده فتره صح قعدنا بالستايل ده فتره. امبارح امبارح نفس اللي حصل، بس الفارق في ايه بقى؟ اللعيبه واقفه على رجليها، يعني الفارق كان 7 اهداف وصل لهدفين
وكان المفروض خلاص وصل الهدف واحمر رايح بانفراد تعادل، اتصدت رجعنا الفرق تاني 4. فبالتالي اللعيبه عندها ثقه في نفسها وفي امكانياتها، لان هي الهاندبول الباص نفسها انت يعني سوري يا كريم وانت ماسك الكوره لو بترعش هتقع. طبعا مليون في المية. بس كان ماتش قوي قوي الحقيقه، ماتش قوي جدا طبعا طبعا يليق يعني بالاسم. كنت اتمنى وكنت اتمنى وجود نادي الترجي، عشان ده كان هيبقى اختبار يعني كشادي او كجمهور لقوه النادي الاهلي، احنا واصلين لحد فين. انت لما تلعب الترجي بطل افريقيا وبطل العرب، لا تعالى بقى احنا دلوقتي الاهلي هنعمل معاك ايه. كنت اتوقع ان الاهلي كان يعني هيقدم ماتش هايل، هي فرق بس اللي انت ايه يعتبر ريحت يوم طبعا زياده عن نادي الزمالك، مع ان نادي الزمالك الماتش بتاع الدور قبل النهايه مع جي اس كي الكونغولي الكونغولي يعني يعتبر ماتش كان بري ماتش كده قبل ماتش الاهلي تحصيل حاصل. فطبعا موسم والبطوله كاس الكؤوس اللي هتبتدي ان شاء الله بكره بطوله مهمه جدا، لان هي دي اللي بتخليك تلعب السوبر بالظبط، فهي مؤهله ليه بالظبط. هي حاجه بتوصل لحاجه بتوصل لحاجه، ده على صعيد الرجال طبعا، على صعيد سيدات دوري وكاس وان شاء الله بطوله افريقيا. وفي تدعيمات يعني انا لسه بنتكلم على سيب الكابتن خالد العوضي، في لاعبتين من مونتينيجرو تم التعاقد معاهم للمشاركه مع فريق السيدات في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، بطوله على صعيد السيدات مختلفة على صعيد الرجال خالص. في ايه؟ بترو اتلتيكو اول اغسطس بريميرو دو اغسطو ابطال انجولا مكتسحين القارة انجولا يعني احنا هيبقى اصعب كمان، صعب جدا على مستوى السيد، بس نتمنى ان شاء الله يعني وجود البطولة في صالة الامير عبد الله الفيصل وتدعيم جمهور النادي الاهلي، اللي اتمنى بقى خلاص يعني الموقف اللي حصل في بطولة البي ال او بطولة افريقيا لكرة السلة نعديه بقى، وبطولة الهاندبول نبتدي الجمهور يحضر تاني، لأنه مساندة الجمهور للاعبين بتفرق جدا. السيدات بالذات محتاجين دعمهم، لأن السنة اللي فاتت كانوا زعلونا كتير. السنة دي دوري وكاس، وإن شاء الله بطولة أفريقيا دي إن شاء الله يقدروا يعملوا حاجة كويسة بإذن الله. جميل، تعالى بقى نروح للملفات الإيه المختلفة والشائكة لأن لازم نطمن. ما ينفعش تسيبيني صح؟ بص يا أستاذ شادي، إحنا والله بجد بكلمك لأن والله أنا إحنا لازم نطمن جدا. تيجي تتكلم بقى عن أولمبياد باريس جدا، أنا لازم أجي وأسأل كمواطن مصري كمشجع مصري، هو أنا دلوقتي كاتحادات على مستوى اللعب الفردي والجماعي واصل جايب لك هديتين النهارده. إيه؟ جايب لك هديتين وأنا جاي. إيه بقى؟ يعني بطولة ذهبية سلاح شيش محمد حمزة أيوة في المكسيك، وإن شاء الله محمد سالم مؤهلة إن شاء الله لأولمبياد من ضمن الأولمبياد المؤهلة، ومهند شعبان كان لسه من شهر كسب ذهبية وبعديها كسب فضية في كاس عالم للخماسي، وابتدينا يعني احنا الحمد لله ماشيين بخطى نقدر نقول كويسه جدا للتاهل بقى لاولمبياد باريس. بس هل لسه في شغل ناقص؟ هل لسه في شغل كتير؟ طب نتكلم بقى عشان برضو نطمن يعني الساده دلوقتي المتابعين. لسه في شغل كتير، لان هي في العاب لسه ما ابتدتش سلسله كؤوس العالم او سلسله التصفيات المؤهله لباريس، وفي العاب ابتدت زي السلاح زي الخماسي جمباز، بس الاتحادات عليها شغل كبير جدا جدا جدا، ان هي تفضل كل ماده تعمل استعداداتها وتعمل معسكراتها للاعبين واللاعبات، لان احنا زي ما احنا بنقول احنا ممكن يعني ثلاث اربع تصفيات مؤهله او كؤوس عالم مؤهله ما يحصلش نصيب، وتيجي مثلا في بطوله عالم اللي هي بتبقى الفيصل يعني تعرف تحقق الميداليه وتتاهل لباريس. بس هو بشكل عام ومن زمان دايما مشاركة مصر ببعثة بارالمبية بتؤتي ثمارها، وبيرجعوا لنا بكم وافر من الميداليات أكبر، ومعظمها ذهب بصفة خاصة فعلا، أكتر بكتير من مشاركاتنا الأولمبية في الدورات الأولمبية المختلفة. ده راجع لإيه برضو في رأيك؟ يعني عشان بس نكون صراحة، هي دي بتبقى ستايل وطريقة إعداد وتجهيز مختلفة عن الأسوياء، يعني ذوي الهمم يعني تحس فعلا اللي هو مش عايز اقلل من الاسوياء اللي هم ما بيبقوش عايزين يعملوا اللي عليهم، نفس الحميه يعني بالظبط، لا بيبقى الباور يعني 200% بيعمل مجهود عايز يثبت لنفسه انا يعني انا دلوقتي بلعب اي رياضه وربنا نفخ في صورتي وبشارك في دوره اولمبيه اتراخى؟ لا فاهم قصدي يعني هو مش بيتراخى، بس هي اللقطه ان هو زي ما انت بتستعد يا كريم العالم كله بيستعد، بس واضح ان استعدادات العالم مختلفه شويه عن استعداداتنا، لان نتاج استعدادات العالم مختلف كتير عن نتاج نحن طبعا، لان انت التجهيز بص كريم اقول لك على حاجه، المنافسات من الصغر يعني من وانت صغير بتهلكك
يعني احنا زي ما احنا بنتكلم اللي انت بره في اوروبا او في امريكا او كده ممكن ما يلعبش على كم البطولات وهو ناشئ زي ما انت بتلعبها، زائد زائد. طب لما دي حاجه بلس ولا ماينس؟ يعني ما دي اعتقد حاجه ماينس. لا دي ماينس. دي ماينس. لا لا تستهلكك يعني ماينس لينا بلس ليه ليهم. بقى اللي هو بيبقى اعداده، هو بيبقى متارجت اللي هو البطل ده بيتم اعداده لبطوله اولمبياد، احنا مثلا في مش بقى لباريس، للوس انجلوس 2028. انت بتتكلم ان التدريبات الزياده ده انهاك للاعب بدل ما يكون خبره ليه مثلا؟ مش التدريبات، المنافسات. طيب ما المنافسات دي تعتبر تدريب، لا تجهيز. ضغط المنافسات لما انت مش بتثقل اللاعب المفروض. بتثقل اللاعب لكن بتهلكه نفسيا وعصبيا. انت ضغط اللي انت تلعب ضغط مباريات وانت عندك 13 14 سنه، انت المفروض ما تلعبش، تلعب منافسات لكن مش بطولات. يعني مش بتبقى مطالب اللي انت لازم تكسب، مش مطالب بحساب، لكن بتلعب منافسات اللي هو الجزء الترتيبي فيه مش مرتبط باللي انت هتكمل ولا لا، هتفضل مكمل في النادي. فهمت قصد حضرتك. يعني اللي انت انت بطل وعندك مؤهلات، بس انت بتفضل ستيب باي ستيب، سنه باي سنه، يعني سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه لحد ما توصل للتارجت بتاعك. لكن احنا هنا في مصر بنهلك اللعيبه على مستوى الناشئين. زائد حاجه تاني ان هو هناك ما بيلعبش بطولة شركات عشان يعمل فلوس، ما بيلعبش بطولة جمهورية للنادي، ما بيلعبش بطولة مش عارف ايه لقطاع خاص. طب هناك بيلعب حاجة واحدة هو متارجت عليها، هو بيبقى لعيب محترف لحاجة واحدة. احنا هنا بيشتغل الصبح وبعد الظهر وبالليل وبيروح الجيم الفجر عشان يروح. ففي حاجات كتير جدا. انا بكلمك على نقطة سؤالك، في نقطة ان هو هم بيجهزوا، بيجهزوا، واحنا بنجهز، بنجهز. لكن اتكلمنا قبل كده كتير برضو في نقطه يوم الماتش ويوم المنافسات، انت حالتك النفسيه والبدنيه والذهنيه بتبقى عامله ازاي. فلا، في عوامل كتير جدا. تحقيق الميداليات على الصعيد الاولمبي مش حاجه سهله. زي ما بقول لك احنا دلوقتي، يعني زي ما انت نهاوند بتقولي لي، طب احنا منتخب السلاح، منتخب السلاح انا بقول لك على مثلا محمد حمزه حاجه و20 سنه. فما ينفعش اقول اللي هو محمد حمزه لما هيجي بعد بكره يلعب اولمبيكس المفروض يحقق. لا، انا عايزه يوصل باريس بتارجت اللي هو يبقى جوه الثمانيه، لما يوصل لوس انجلوس يبقى هو. طب معلش السؤال، هو كسب على فكره، كسب صاحب يعني كسب في الفاينل صاحب الميداليه الذهبيه في طوكيو. طب ما هو ده بقى اللي يخليني اسال بثقه اكتر السؤال ده، فكره ان انا ليه ما اقولش ان هو حتى لو early 20s في اول العشرينات، هو انا ليه ما اقولش ان هو يروح يفوز في باريس، يستنى لغايه طوكيو؟ وهل لو قارنته بلعيبه تانية بنفس عمره بنفس الفئه في دول اخرى، لا بيفوزوا على فكره. بالظبط. طب ما ده اللي انا عايزه اجابه، بس هو كلنا اللعيب عايزين اجابه. اللعيب هقول اللعيب اللي هو اللي بره، اللي هو بنقول اللي هو في نفس سنه، بيتم اعداده من وهو عنده 14 سنه عشان يبقى لما يجي باريس او يجي الاولمبيكس اللي هي اللي بعد الجايه يبقى واقف على البوديوم. على فكره ما دور الاتحادات ودور المؤسسات المختلفه ان هي تدلدل كل العقبات اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي، سواء ليها علاقه بالامتحانات، بالتعليم، اللايف ستايل، بفكر الاحترافي، بتصفيه الذهن، بعدم الضغط على اللعيبه. هو ده مش دور الاتحادات ولا ده دور الاتحادات ودور المجتمع ودور وزاره الشباب والرياضه ودور الاهالي. انت معلش، انت كوليه امر، ابنك في ثانويه عامه تمام، عنده بطوله عالم وعنده امتحانات ثانويه عامه، ما هو لو المدرسه ما عملتش اكسبشن لابني هضطر ان انا اضغط عليه. يبقى هي سلسله منظومة. واحده، ما هي منظومه اكزاكتلي exactly. بس هتبدا منظومة. باصحاب القرارات. بس هي بتفرق بقى في ايه الالعاب بقى اللي هم زي مثلا السلاح تحديدا. السلاح معظم الابطال حاليا هو اولياء امورهم اصلا كانوا ابطال سلاح ومدربين سلاح، وتعليمهم مختلف شويه. فهتلاقي في السن الصغير ده هم دولت اللي بيحققوا النتائج والبطولات. المنتاليتي مختلفه. المنتاليتي مختلفه. كان بقى حد عنده التشانس دي. لو احنا بنتكلم على قطاع السلاح، قطاع السلاح مختلف، مش قصدي حاجه يعني مش بكره، بس قطاع السلاح مختلف عن قطاع المصارعه، عن قطاع رفع الاثقال، اوكي، عن قطاع العاب القوه. يعني فهي كل قطاع، قطاع الخماسي، بصي اتحاد الخماسي واتحاد السلاح خليهم على جنب، ان شاء الله هيجيبوا ميداليات، هيجيبوا ميداليات ان شاء الله. مين اسماء مش حاضر يعني، في اسماء مطروح. انا بس على ذكر محمد حمزه، هو بقول لك كسب بطل ذهبيه طوكيو، هو الثاني برضه ممكن يكون بيلعب كاس عالم، فهو مش بيتراخى بس مش بنفس حميه الاولمبيكس. يعني انت واحنا قاعدين دلوقتي زي ما هتعملي انترفيو مثلا مع الوزير؟ لا
يعني مع كامل احترامي طبعا لينا انا اقصد احنا قاعدين فريندلي انا جبتها لك ليه فريندلي اه طبعا صح هي نفس الفكره بص انا شايف ان طالما قطاع السلاح مختلف عن قطاع المصارعه يبقى احنا نقفل الحلقه على كده وبارك الله في مرزق ونشوفك على خير في اقرب فرصه باذن الله ونورت الدنيا كلها ميرسي جدا ليكوا وان شاء الله دايما كده في نجاحات للنادي الاهلي ونجاحات للرياضه المصريه يا رب لا شادي والله فقرتك تبقى حلوه بجد من غير مجامله ولازم تنورنا تاني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده وبكره ان شاء الله يتجدد اللقاء 10 الصبح في الاهلي مع السلامه